إذن أهلا وسهلا فيكم بالجميع. نحن في كابيلا في عرس قانا الجليل. هذا المكان تاريخي من حوالي 800 سنة. إذن كان كانتينا كانوا يحطوا فيه المبيد ويعتقوه. تعرفوا أنه بقانا الجليل بيجوا الحجاج والسواح بحبوا يدوقوا المبيد. إذن أهلا وسهلا بالأخص أخ هاني قرقس، بنقول له أهلا وسهلا ببلده الثاني برعية عرس قانا الجليل. وأهلا بالأخ هاني برضو خشبون أبو فادي حب، وبالطاقم سواء شادي عيسى مطر وعايد يمين. إذن أهلا وسهلا، ونتأمل وجودكم الحلو معنا مع الأسئلة والأجوبة. شو نعمة الروح القدس يلي بدها تفيض علينا جميعا لكي نستنير بمحبة السيد المسيح وأن نسير على خطاه، هو الطريق المؤدي إلى الآب. ونطلب من الروح القدس أن يسوع يجذبنا إلى الآب القدوس. كلام معك أخاني، أهلا وسهلا بك، إن شاء الله دايما في الترحاب. أهلا وسهلا، أهلا خليكم، أهلا وسهلا، شكرا على تواضعك يا أبونا. خليكم أهلا وسهلا، وهي نعمة فوق نعمة أن في ناس فعلا منقادة بالروح. نعمة في الأيام دي، مش منقادة من ذاتها أو منقادة من ناس قليل، لكن هو ده اللي مفروض. كان المسيح مكتوب عنه كان يسوع يقتاد بالروح. كان نفسه ربنا من كل الناس تقتاد بالروح. ناس كتير مركزة في أشخاص، طبعا لازم نحترم كل الأشخاص، وبالأخص ربنا كان عايز يعلمنا أول حاجة في العهد القديم لما اختار هارون أول رئيس كهنة، قد إيه فعلا لازم أحترم أي شماس، أي شخص، أي كاهن، وبالأخص رئيس الكهنة. بس هو الرسالة اللي كان ربنا عايز يقولها لنا من العهد القديم. ولكن حتى رئيس الكهنة، أول رئيس كهنة هارون في وقت التجربة، مش هيك هاني أبو فادي؟ لما طلع موسى مشان يجيب اللوحاني الوصايا 40 يوم، إيش عمل؟ عمل بلاوي مثل ما بيقولوا، تلتلة. ده اللي كان قصدي، إن الله بيقول لنا أيوة أحترم كل الناس، بس في راعي واحد وحيد أمين للأبد، اللي ما ينفعش يحيد عن الطريق، هو نفس الطريق. فأي شخص مهما كان قديس ما ينفعش نقول إنه هو الطريق. الطريق هو المسيح، بس بيقول أنا هو الطريق. مهما احنا كرمنا أي كاهن، أي رئيس كهنة، لازم احترم الكل، بس مش أي حد هو الطريق، يعني اللي أتبعه على طول باستمرار ولا أحيد عنه. حتى داوود رجل الصلاة، رجل التسبيحة، هللويا هللويا، جه في يوم من الأيام جاع، ما كانش شبعان في الوقت ده، عشان كده كان ضعيف، قتل وارتكب الفحشاء. نعم. فهارون أيوة رئيس كهنة أحترمه، لكن هو السؤال مين مستنير في الوقت ده في أيام هارون؟ مين اللي مش مستنير؟ اللي مش مستنير هيقول أنا لازم أتبع هارون، ده رئيس كهنة. أيوة ده عمل عجل، أسجد قدام عجل، ومش كده بس، سعى بكل قوته إزاي يرضي
الناس، ما كانش هدفه يجيب الناس لله، ما كانش هو ده الأولوية، ممكن يكون ده هدفه بس مش الأولوية ومش ثابت فيها، كان إرضاء الناس أهم شيء. نزل موسى لقي شكل، ناس كتير قالوا لي ما خدناش بالنا من الموقف ده الغريب أو العجيب، أو إنه وجد نزل موسى وجد الشعب إنه معرة، معرة مش لابس هدوم داخلية، لا معرة، إيه المنظر الغريب ده، مش لابس نص لبس، لا معرة وبيسجد قدام العجل. طبعا الله مش كاتب لنا ده عشان أدين هارون، لا لا، ده في حاجة مهمة جدا ربنا عايز يقولها لنا، أيوة أحترم الكل بس مش الكل أتبعه، اتبعني، آخر كلمة المسيح قالها في إنجيل يوحنا 21، اتبعني أنت، أحترم الكل وأكرم الكل أخسر رجلين الكل، أيوة بس دي حاجة، أحب الكل طبعا بس دي حاجة، وأتبع مين؟ لا المسيح بيقول اتبعني أنت، هو الراعي الوحيد. زي موضوع يعني تسيب هارون، نرجع يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء، ده موضوع الطوائف الموجود في كل حتة في العالم، لسه كنا بنتكلم عليه من شوية مع الأخ هاني، قد إيه شيء محزن جدا جدا إن كل واحد يقول أنا أرثوذكسي، أنا أرثوذكسي يوناني، أنا قبطي، أنا كاثوليكي. أيوة في يوحنا المعمدان يرمز للراعي، دوره يقول للناس تعالوا تعالوا اتجمعوا، اتجمعوا هنا بهدف إنكم بعد كده تتبعوا العريس. كانت واضحة أوي المثالين تاع إنجيل يوحنا 1 وإنجيل يوحنا 3. إنجيل يوحنا 1 مثالين رائعين لناس استناروا اللي هم اندراوس ويوحنا الحبيب، إن كانوا تلاميذ ليوحنا المعمدان، في يوم بيقولوا في الغد نظر يوحنا المعمدان يعني يسوع ماشي فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، فتبعاه التلميذان وفرح يوحنا، فرح إنه تركوا وتبعوا العريس أو تبعوا الحمل الله. ده اللي كان مفروض هدف كل كنيسة أرثوذكسية كاثوليكية إنجيلية، الراعي يكون أمين زي يوحنا المعمدان يقول تعالوا 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 واتبعوا. مش معنى كده اتبعوا العريس يعني امشوا اطلعوا برا الكنيسة، في ما هم في الكنيسة أتبع بعقلي وبقلبي طول حياتي المسيح العريس، هو بيخطبني زي ما القديس بولس بيقول خطبتكم، فالراعي دوره خطبة بيخطب، القديس بولس بيقول أنا بخطبكم تعالوا أخطبكم للعريس الحقيقي. نعم. مش نعم. مش تعالوا ليه نتحزب أنا. ولا حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش، هناك التشويش في كل أمر دي، طول ما أنا بقول أنا كاثوليكي وأنت غلط ده مش تبعية، ده مش بتبع المسيح، طول ما بقول لا ده أنا الأرثوذكس القبطي الصح، إيه هو الصح؟ إنك بتتبع المسيح. طب اللي بيتبع المسيح من صورة المسيح وبينكر ذاته بتبص للتاني ليه؟ زي ما بطرس بص على يوحنا قال له يا سيد وما هذا ما له، قال له أنت اللي مالك اتبعني أنا. فهي دي النقط اللي الواحد حزين عليها، والمسيح دايما بشوفه بيبكي طول ما واحد بيقول بيفتخر أنا أرثوذكسي، أنت مفروض تقول أنا مسيحي، لأن دي مرحلة، المرحلة الكنيسة دي مرحلة علشان تختار تقرر تتبع مين، بعد كده تتحزب وتقول أنا الصح، إيه هو اللي صح؟ طب أنا الصح بأعمالك ولا بكلامك؟ دانيال راح ودخل المملكة وقال أنا يهودي أنا يهودي أنا، ما قالش كده، دانيال ما تكلمش، بس الملوك حضور الله فيه. هلا في فكرة انه يقول مثلا بدل ما يقولوا الطوائف ممكن يستعملوا كلمة عائلات، انا العائلة الكاثوليكية، انا العائلة الانجليكانية، انا العائلة البروتستانتية، انا السريانية القبطية، ومش هو اللي كونها برضو يا ابونا، ممكن تعمل حسازات انه انا مسيح، أنا مسيح أحسن، دعيوا مسيحيين أولا في مدينة أنطاكيا السورية، والعذراء قالت لي كده، قالت لي أنا لكنت يا ابني أنا لكنت كاثوليكية ولا أرثوذكسية، أنا مسيحية، إيه اللي بتعملوه ده؟ أنا مسيحية بس، وقالت لي الآية بتاعت فيليب 2 فقط عيشوا كما يحق الإنجيل المسيح. ما ينفعش نقول الأنبا أنطونيوس كوكب البرية أول الرهبان كان أرثوذكسي، ما كانش، كان مسيحي. ما ينفعش نقول بولس الرسول كان أرثوذكسي، مفيش حاجة اسمها، كان مسيحي، كان تبع بيتبع المسيح. مرات بدأ مقطوعا حديثك مثلا الأرثوذكس بمعنى ذوي إيمان قويم مستقيم، كاثوليك أو كاثوليكون أو كاثوليكوس بمعنى جامع. مرات تقول أنت كريم وهو متواضع،
هو متواضع وأنت كريم، يعني عم بعطيكم أدجكتيف صفة لصفتك كصفة. بس يا ريت أبونا، للأسف اليوم موجود الطوائف وكل واحد بدعو لإله. تعال عندي إحنا الأحسن، إحنا الهاي، نسينا المسيحية. يعني الديانة المسيحية لما الملك قسطنطين أعلن الديانة المسيحية بمرسوم ميلانو 313 ما كانش لا كاثوليكي ولا أرثوذكسي ولا بابتست ولا أنجليكاني، كانوا كلهم مسيحيين. وبعدين صارت بعرفش الشيطان أو الهجمات الشيطانية تلعب بالناس، الكنيسة تحركت شمال يمين تفسخت، صار الحكم البشري أكثر من الحكم الإلهي. مع أنه الكنيسة دائما بمعروف ولاهوت القديس بولس أنها عمود الله وركن عمود الحق، نحن منخطي أشخاص بيخطوا، بينما الكنيسة ويزفها إلى نفسه كنيسة سنية بلا شائبة ولا تغضن ولا ما أشبه ذلك، أفسس 5. إذن الكنيسة العذراء المخطوبة. إذا أخطأ إليك أخاك خذوا إلى الكنيسة، بس ماشي كنيسة أرثوذكسية كاثوليكية، خذ إلى الكنيسة واثنين من الكنيسة إكليسية. إيه؟ للكنيسة وإذا لم يسمع من الكنيسة فليكن جماعة المؤمنين. جماعة المؤمنين. امبارح شفت رؤية سيد المسيح، كان دايما لما بروح بلد، لما بروح السويد، لما بروح ألمانيا، بلاقي وشه مال السماء وبيقول لي رسالة للبلد. امبارح بيقول لي ان انت لما كنت قاعد مع ابونا حضرتك، لما جيت امبارح عندي وكنت بتصلوا، دي كنيسة اللي انا عايزها، اتنين بفكر واحد، روح واحدة. وقال لي انت وفي برضو اب كاهن صديق ليا في اوروبا، دايما بنفتح السكايبي كل يوم وبنتكلم وبنصلي بنغمض عينينا والسكايبي شغاله. فبيقول لي ودي كمان دي الكنيسة اللي انا عايزها، اتنين في الروح بيتبعوني، اتنين فهموا استناروا على الهدف وماشيين الاتنين الطريق وعايزين يكونوا عضوية فيا، دي الكنيسة ان انا راسهم. اي اتنين اذا اجتمع اتنين او تلاتة دي كنيسة باسمي، مش باسم حد تاني، باسمي، يكونوا مستنيرين وفاهمين انا وحضرتك، انا من مصر وحضرتك من هنا من الجليل وحد في السويد، فتحنا سكايب مع بعض، احنا التلاتة طلبنا من ربنا يقودنا، مش كل واحد يقود التاني، لا طبعا، ولا حد يقود ذاته، لا طلبنا واستنارنا وابتدى الله يقود كل واحد. بعد كده اذا اجتمع بعد كده، بعد ما حطينا الاساس، الأساس اللي هو المسيح، حطينا الأساس، البذرة اتدفنت في أساس، بعد كده نشجع بعض. إذا اجتمعتني الأول ادخل مخدعك ما تصلت، كل واحد علاقته مع العريس، وبعد كده إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة دي كنيسة، غير كده مش كنيسة، حيطان. ليه السيد المسيح لما قال لي هسمح بحرق كل الكنائس في مصر دي، لما رحت البابا شنودة ورحت البابا تودروس ورحت الأنبا بخوميوس، قال لي لأن كنت خلاص في الأيام الأخيرة عايز أقول يا ناس افهموا مش دي الكنيسة اللي أنا عايزكم تبقوا فيها، الله لا يسكن في هياكل مصنوعة بأيادي، أنتم هيكل الله. عايز كل واحد زي ما قبل ما أجي هنا القدس الإسرائيل شفت في رؤية أن السيد المسيح ماشي في شوارع الناصرة، وكان طلع من كنيسة القيامة ومشي في شوارع الناصرة ومشي في كم مكان، بعد كده بيقول لي في ناس هنا هم هتبقى هياكل وكنايس، كل شخص أنا عايزه أسكن فيه يبقى هيكل الله. لكن حكاية تجمع طائفي، طب ما أنا أصلا مش أنا اللي خلقت نفسي كاثوليك، ده هو ليه حكمة ربنا بعد كده أقرر لما أكبر، هل أنا عايز أتبع العريس وأمشي الطريق؟ أي حد ماشي الطريق، اتنين تلاتة أربعة ماشيين الطريق سلكين بالروح وبيقودهم الله، دول لما يقعدوا مع بعض يعملوا كنيسة، أو يبقوا في أماكن حتى متفرقة لما بفكر واحد بفكر كده كنيسة، غير كده مش كنيسة. مشان هيك لما السيد المسيح بكي على أورشليم مش على الأسوار والحجارة، على كل نفس. والقديس أنطونيوس البدواني صراحة يلي هو مطرقة الهراطقة ومعلم قال المسيح بكي عليك، عليك أنت، أنت، أنا، المسيح بحبنا بده يسكن، ها إن روح القدس موجود في داخلكم وأنا أزفكم إلى العريس. نعم ده المفروض، فهو نعم. كده أنا بكون عضوية في المسيح لو أنا استنارت في البداية وطلبت بأمانة. كل واحد كمان في نقطة مهمة، كل واحد بيطلع في كنيسة في عبادة ذات، إن كل ما يمط بصلة المسيح قال في رؤية هو الصح واللي بسمعه هو الصح. طيب ما تيجي في يوم أي شخص، يعني المسيح قال لي قول لكل واحد إنجيلي وبروستانتي وكاثوليكي وأرثوذكسي، تعال يوم بس خليك صادق مع نفسك
وادخل مخدعك واطلب مني انا اقودك وافتح ذهنك واعرفك الحق. هل ده صعب الطلب ده؟ كلا. كل واحد بس يطلب من ربنا، لاني ممكن اكون ممكن يكون ابونا اللي في الكنيسه صانع المعجزات زي هارون في يوم في وقت من الاوقات بيضعف، ممكن يكون الراعي اللي في الكنيسه عندي زي داوود رجل صلاه في وقت من الاوقات يضعف، فانا الضمان اطلب من الله يقودني، هو الطريق هو الراعي. ده مش معناها ان واحد يسيب كنيسته وهو في كنيسته يبقى ماشي صح، فيطلب من الله قيادته. هل ده صعب بدل ما انا استمر معاند على اني انا الصح ومن غير تفكير ده في كنايس ما ترضاش تناول كنايس تانية ارثوذكس. انا كنت في السويد من شهرين، في السويد مش عايز ألمح في مكان ما، ارثوذكسي وداخل كنيسة ارثوذكسية، قالوا لي بس انت ارثوذكس قبطي. إيه؟ اول مرة اخد بالي ارثوذكس مثلا روسي لا يناول ارثوذكس او ارمن ارمني او ارمن ارثوذكس. الارمن بيتناولوا في الاقباط والاقباط يناولوا الارمن. بس في خلق دونيين وغير خلق دونيين ومتاهات، قالوا لي احنا اسفين ممنوع نناولك. طب انا ارثوذكسي ايوه بس قبطي وهكذا بالعكس، وامور مش عايزة لمح تاني. ايه ده يعني انت مش معترف؟ قلت لابونا حضرتك يعني مش معترف بمسيحيتي انا مسيحي؟ قال لي انا ما قلتش كده، انا مش هناولك. قلت له ما انت قلتها. فايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ مؤلم مؤلم مؤلم. طب هو جسد المسيح لمين؟ مش للكل؟ خذوا كل منه كلكم هذا هو جسد. نفس الكتاب، نفس الكتاب المقدس، نفس الكتاب المقدس، نفس الانجيل عندهم يعني، والحياة موجودة في هالكتاب. أنا مش ولا أنا هو مش النقطة تاني. النقطة المهمة قلت له طيب يا ابونا يبقى إذا أنا وحضرتك مش أعضاء في جسد واحد. واو خطير هذا الكلام. طبعاً طبعاً خطير. طبعاً قلت له خد بال حضرتك كون إن أنت من الناولتنيش. وكان ليا صديق جاي من هولندا كان أرثوذكس برضه بس متزوج كاثوليكية، قال له برضه مش هناولك ومن يعني نفس طائفته، يعتبره عايش بلا اي حاجه بقى، المهم مش مسيحي. قلت له اذا لا تعترف ان انا مسيحي ولا تعترف صديقي ده انه مسيحي، يبقى انت مش احنا مش اعضاء في جسد المسيح. قال لي انا ما قلتش كده. قلت له ما هو طول ما انت ما نولتنيش يبقى انت بتفترض ان انا او رافض الفكره ان انا عضو في المسيح وانت مش عضو معايا، امال ايه؟ امال احنا انه قداسه مش كنيسه يعني. حتى هو اصلا ابونا وهو ناول القربان الاقدس هو جسد المسيح ودم المسيح، عم بفكر انه هذا الشخص يستحق ولا ما يستحق؟ مين هو تيحكم عليه يعني؟ حتى ممكن لو واحد غير مسيحي فات يتناول، ما له الحق يمنعه؟ الطقس بيحكم عليه. لا يمكن، لا يمكن ترتيب يحكم عليه، تكون نفس الطائفة ويناوله بس حياته من جوا. الطقس هو اللي حكم عليه مش الله هو اللي محاكم. طبعا انا هذا اللي بحكيه، مش منساق من روح الله المسيح قالها لي. خلال القربان الاقدس ما يمكن، عم تتحكم لمين تعطوا لمين ما تعطوا؟ لو كان منقاد من الروح الأمر يختلف. طبعاً. السامري شو عمل؟ السامري خدم عدوه يلي بيعرفوا إنه هذا يهودي عمل، وعرفنا فكرة إنه حتى تاني يوم لما دفع الدينارين حب ينطلق بسرعة حتى ما يشوفوش يلي أنقذه يلي حطله سكبله وعقمله جروحه وداواها زيت وخمر وتركه خلاص. ونفس الحكاية برضو أب كاهن صديق ليا في القاهرة بيحبني جدا بصدق، لكن جاء صديق ليا برضو من برة عربي بس كاثوليكي، قال لي أنا آسف يا هاني مش هقدر أناوله. قلت له يعني يا ابونا مش معترف أنه مسيحي؟ قال لي مش أنا اللي بقول كده، ده القرارات اللي فوقية يا أستاذ هاني. كمان عندنا هنا بالجليل والأراضي المقدسة موجودة وللأسف موجود. فسألت أبونا طب أنت إيه معيار المقياس المسيحية؟ قال لي المعيار إن هو الدهن بالميرون اللي عندي. قلت له الميرون هو عبارة عن إيه؟ مادة خام من زيت الزيتون ولا من زيت الذرة ولا من زيت السمسم واتيفر المادة الخام؟ لا أنا مش قصدي يعني أنا بقول مادة خام زيت مصدر نزل الروح القدس. فهو سر 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 تغيير الشخص، دي المسيح قالها لي في رؤية، سر تغيير الشخص المادة الخام ولا الروح؟ الروح. أبونا قال لي الروح. قلت له خلاص متفقين الروح، انت ليه مستحوذها ومعتقد ان احنا في كنيستنا مستحوذين؟ المسيح قالها لي في رؤيا ان في ناس مستحوذيني. ايه احتكار، احتكار ان الروح عندنا احنا بس. هو يعني مش في المادة الخام. طب هو الروح ديت ينفع ان حد يقيدها؟ كلا
يعني واحد قال لي المسيح، واحد ياباني أو هندي أو هندوسي عايز يبقى مسيحي، المسيح قال لي هل تعتقد الكنيسة؟ أنا هقول له أنا آسف يا ابني، أنا مدي المادة اللي هي بتحول للأقباط الأرثوذكس المصريين وأنا مقيد وعاجز على أني أسكب روحي عليك وغيرك، أنا آسف أصلا عملت عهد معهم. ما هي معناها كده بقولها الأب أبونا، قال لي ما حسبتهاش كده، قلت له ما هي معناها كده. هلأ في مرة مار بولس ببكت بطرس بالرسالة إلى الغلاطيين، لما إجا بعض الأشخاص اليهود صار يبتعد عن الوثنيين اللي صاروا مسيحية، عم بكتوا مار بولس، قالوا شو عم تعمل؟ هاي مراءات، ولو أنت اللي عم تتناول وبتاكل وبتشرب مع كانوا وثنيين صاروا مسيحيين، هلأ مشان ما يزعلوا منك أتباع موسى القديم بدل تبعد عنهم وتتأفأف منهم. يا مرائي مراءات، انت لا تسلك باستقامة، لم تسلك باستقامة يلي كان هامد الرسل بطرس. بطرس عاتبه مرة بولس بكل محبة وبكل رحابة صدر، انك لا تسلك بالمحبة. اذا كنت انت يهودي تسلك مع الامم كالامم، لماذا الان تتصرف بمراءات وكأنك لا تعرفهم وانهم انكرت ايمانهم؟ نعم. طيب اخاني عندي سؤال، يعني الأهداف تعددت والشيطان للأسف ضحك على الناس وضحك على المسيحيين بشكل خاص، الحرب حوالين أنو طايفة هي الصح وأنو طايفة أنا أنتمي، لكن نسينا الهدف اللي الله خلقنا لأجله، ونسينا الأكثر من هيك الراعي اللي يقودنا لهذا الهدف. مسكنا في الأشخاص، فبحب نبدأ أو نوضح الهدف اللي الله خلقنا لأجله. ليش الله خلق آدم؟ عشان نبدأ من آدم ونشوف إيش الأساس عشان نقدر نبني على الأساس. صح. فليه الله خلق آدم وإيش الهدف من خلق الله لآدم؟ الموضوع يتفهم من البداية. أغلبية الناس علشان حكاية الطوائف، مش كل واحد يقول أنا في الطائفة دي، ده أكبر برهان إنها مش مستنيرة، مش فهم الحكاية من البداية. نعم. إن آدم ربنا خلقه ليه، الخطية دخلت إزاي، صورته تشوهت إزاي، وإيه المفروض أعمله المطلوب عشان أرجع تاني. نعم. فلأن المواضيع دي مش مفهومة الناس تاهت. أنت ماشي رايح فين هو مش عارف. فهو العذراء قالت لي مثل لما ابتدت تتكلم معايا وضحت لي الثلاث نقط دول. نعم. قالت لي إن أي إنسان في العالم مفروض يعرف ثلاث نقاط. نعم. آدم ربنا خلقه ليه، إنه خلقه عشان يبقى صورته ومثاله، ودي تكلمنا فيها كتير قوي. نعم. وده صح. محتاج شرطين، إن كان مفروض يطيعه 100%، ومحتاج كان يبقى الله مصدر حياته مصدر شبع. آدم رفض يطيعه وخد أوامره من راس تانية حواء، فهو كده رفض في الشروط العضوية. نعم. وبعد كده أكل من الشجرة، اتغيرت طبيعته، اتفتحت عينيه، وده زي الطفل اللي وقع من فوق الجبل اتشوه واتكسر عظامه. دي الخطية. إذن آدم اتخلق ليه وعرفنا أنه يبقى عضو في الله، الخطية دخلت لأنه رفض يكون الله راسه ورفض يكون الله مصدر حياته، اتغيرت طبيعته وتشوه، على مدار السنين بقينا زي ما قال في أفسس 2 صرنا أموات بالذنوب والخطايا حسب ظهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهوى. جه المسيح يرجع ورانا الطريق زي رجعنا، مفروض يكون كل شغل الشاغل إزاي أرجع تاني. فقالت لي مثلا ان في امير كان في قصر ملك عظيم قوي، الامير ده كان متكاسل جدا، والملك كان عايزه يبني له برج كبير جدا. الامير ده من كتر التكاسل بتاعه كان في عصابه بترمز للشيطان حسدته، قالت خساره ان يقعد في القصر ده، فخدوه في الحسد بتاعه، ولانه هو دايما يشرب ويسكر فهو مش دريان، كان سهل جدا يخطفوه زي ما كان سهل جدا ادم حواء عملت له كده اعطت رجلها، كان سهل جدا جدا ينقاد بسهولة. لما جه يوحنا المعمدان المسيح قال ماذا خرجتم لتنظروا أقصبة تحركها الريح، كان عايز يفكرنا بآدم، إن آدم كان ريشة في مهب الريح، لكن يوحنا المعمدان لا رجل قام روحيا كان قصبة. برافو عليك. لا. فالشخص الأمير ده العصابة خطفته خدرته ضربته أفقدته وعي ورمته في دولة بعيدة جدا جدا. صحي الأمير ده لقي إن هو قاعد في مكان بدو غريب جدا جدا، لهجة وحياة. نعم. أول ما قام جاع، قال إيه ده أنا جعان عايز أكل، ابتدى يشوف الناس اللي في البدو بيأكلوا إيه، طب بتعملوا إيه عشان تأكلوا، وبتتجوزوا إزاي،
وعاش وخلاص وخلصت القصة. نسي. نسي. فالعذراء بتقول لي هو المفروض الشخص ده أول ما يفوق كان أول سؤال يسأله إيه؟ أنا ابن مين؟ وين هنا؟ أنا إيه اللي جابني هنا؟ لازم أرجع لوطني لحياتي لقربي مع أبي. ده الحالة بتاعتنا، إحنا مولودين مطرودين، مش المكان اللي فيه فردوس، إحنا مطرودين. فإحنا بقينا زي الأمير ده اللي كان المفروض أول ما ينضج الإنسان يصحى يقول أنا إيه اللي جابني هنا؟ مفروض أي شاب اتولد في أي كنيسة في أي طائفة مفروض يصحى يقول، يستيقظ، ينضج، كبر، يقول أنا هنا ليه؟ اللي جابني هنا؟ مش احنا كنا في الفردوس الأول؟ طيب إزاي أرجع تاني؟ لأن الملك طلب من الأمير يبني لبرج فين؟ في القصر، في المملكة. ما ينفعش يتبني البرج هنا، أنا الوقت ما ينفعش وأنا في أرض مصر في أرض العبودية أبني برج هنا وأبني بيوت. ربنا عايزني أرجع تاني لكنعان، وده كان رمز للرحيل ده والخروج والهروب. سفر الخروج كله بيتكلم عن كده. احنا حالتنا المفروض كده نسأل، يعني هو ده اللي المفروض كل واحد يفكر فيه، أنا إيه اللي جابني هنا؟ آدم كان طبيعته إيه؟ وهل أنا ياما ناس بيقولوا إحنا طبيعتنا كده بنعمل الشر، طبيعتنا كده؟ لأ، فعشان هم ما فهموش العذراء قالت، لأن الناس مش فاهمة الصورة كانت إيه والخطية دخلت إزاي، والمفروض الهدف يرجعوا فين الطريق اللي يوصلهم للهدف. فالناس تاهت وقعدت في مكانها وقالوا بقى إحنا تبع الكنيسة الفلانية، تبع الكنيسة الفلانية. إيه ده؟ في طريق. انت تبقى زي ما تبقى بحكمة الله اتولدت في اسبانيا ولا في استراليا ولا في امريكا في اي كنيسة، لازم تعرف ان في طريق يوصلك للهدف وتتبع الراعي عشان توصل للهدف وتبقى عضو فيه. ولان الناس كتير ما فهمتش الكلام ده عشان كده تاهت. فالمعيار مفروض يكون مش انا اتولدت في كنيسة فلانية، المعيار هل انا صادق عايز اعرف انا ايه اللي جابني هنا وايه الهدف وايه الطريق اللي يوصلني للهدف. ده المعيار. وأحن لبلدي، لاشتياقي، لجنسيتي الأصلية روعة. أو الأصيلة، أحن للسماء. أنا بدار الغربة، لا تكنز لكم كنوزا على الأرض ليس حيث لنا السوز. ليس لنا مدينة باقية هنا، بل إننا نطلب العتيدة الآتية. هذا اللي عنده التشوق إلى الروحانيات السماوية، ابتدى ربنا يعمل بنعمته وفتح الذهن وابتدى يسلك بالروح، هيديله الإحساس ده إن هو مش من هنا، وفي صورة مفروض يوصل لها. هو زي سمكة تحت المية مفروض يبقى نسر، لازم تتغير طبيعته. عيد هالمثل ايه؟ المسيح قال لي انتم مولودين زي سمكة تحت المية. نعم. مطلوب منكم تبنوا عشش فوق قمة الجبال. انتوا استصعبتوا الموضوع وقلتوا ازاي احنا سمكة تحت المية، ده احنا لو بعدنا عن المية هنموت دقايق. ربنا يقول لنا ماشي انا عارف كده، انا ما طلبتش منكم تبنوا وانتوا في المية، انا طلبت منكم تتغير طبيعتكم بالتدريج لغاية لما تبقوا نسر، ولما تتغير طبيعتكم انت هتنفروا من الوسط اللي انتوا فيه. واو، انتم بالعالم ولستم من هذا العالم، واللي في المسيح خليقه جديده، واللي بالمسيح خليقه جديده. تعرف هذا الكلام رائع. اذا كسمكه يجب علينا ان نصبح نسور، قامات روحانيه. وبصراحه تغير طبيعتي، تغير طبيعتي بالتدريج. وده الطريق. الطريق اللي فيه موت الانسان اللي عطيكه يصلب ويقوم الجديد يفنى، الداخل يتجدد يوم بعد يوم. هلا مع موسى قال من يفتح لنا البحر؟ فرعون ورانا والبحر خلاص هلكنا. شو قالوا له لموسى؟ يعني انه ما فيش مجال، نحن سمك، كيف بدنا نصير قوة قوية؟ اذا رفع رجل الله العصاية وقال له ما تخافوا انا معكم، وحتى البحر الاحمر الكلزم دكوا او فرق، وحتى البحر اطاع موسى، عصى الله او رجل الله كلمة الله. معناتها نعم انا بهالمثل اللي سمكة ممكن ان تصبح نسر بنعمة الله وإرادة الروح القدس. هذا هو الذي يريدنا أن نحلق كالنسر المحلق يوحنا. يوحنا الإنجيلي رمزه بالكنيسة النسر المحلق. ما أحلى أنه نصبه، مجرد أنه تصبه هالكلام الله بيحرك قلبك، قلبي، لتحقيق هالأمنية الروحانية. ده لو انشغلت بالهدف وطلبت وكنت صادق وتبعت المسيح في الطريق، أبتدي أتغير يوم بعد يوم، ويموت الإنسان العتيق ويدفن ويفنى الإنسان الخارجي، والداخل بيتجدد يوم بعد يوم، وبقيت ذبيحة محرقة، وقبلت أن أنا أتذبح وأتقطع وأترتب على المذبح ويتولع فيه. كل الخطوات اللي ربنا شرحها لي في العهد القديم لا يمكن إنسان هيفهمها ولا يمكن إنسان يعيشها إلا بقيادة روح الله. لكن أنا أرثوذكسي، أنا
انت مفروض مخلوق عشان تبقى صورة الله، عايز تفهم كده الله اطلب منه هيفهمك ويديك نعمة ويمشيك زي كل القديسين اللي مشى أخنوخ في العهد القديم، ونوح اللي مشى دانيال في واللي مشى كل الأباء اللي في القرون الأولى. فهي الموضوع ان الناس قاعدة في مكانها هنا ومبسوطة. سمكة وبتقول انا سمكة بلطي انا سمكة بياض، انت مفروض بتبقى السمكة، مفروض ان تبقى نسر محلق. ايه ده، انا قبطي، انا اي حاجة. لا، ما انت المفروض ما تبقاش انت كده، انت المفروض تبقى خليقة جديدة صورة المسيح، وفي طريق وكل واحد مطلق الحرية. كنت وضح لنا بالكتاب المقدس الهدف بحسب ما ورد في سفر التكوين وفي الآيات اللي سردها برضو الرسول بولس. لتصل تلك الصورة عينها أو من إقامة المسيح أو لتصير شركاء في الطبيعة الإلهية. آيات كتير بالطول والعرض والعمق والارتفاع، أربع أبعاد يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، وأنتم متأسسون ومتأصلون في المحبة حتى تستطيع أن تدركوا مع جميع القديسين. يريدكم تفهموا كل اللي فهموا القديسين، ما هو العرض والطول والعمق والارتفاع، اللي هو أوصل للقيامة وبعد كده في الارتفاع. فعمق في عرض وفي طول وفي عمق وفي ارتفاع على طول. فهو دي الآيات، وتمتلئ كل ملء الله فتصل الإنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح. الآية دي المسيح شفته والقديس بولس في رؤية فاتحين الإنجيل، وبيقول لنا أكتر آية أنا وضحت لكم الهدف بوضوح كامل، إنكم تبقوا قامتي، اللي شوفكم كأنكم كأنه شافني أنا. شافني أنا زي ما شفت العذراء وهي مرة في رؤية من بعيد، شايف المسيح بقرب منها، لقيت العذراء فابتسمت، قلت لها أنا شفت من بعيد المسيح، قالت لي ما احنا بينا صورته، لأن اتملأنا كل الملء منه، فإنك كأنك أنت شايف هو. وهكذا كل قديس مات وقبل أنه يموت وتتغير طبيعته العتيقة وتدفن، بعد ما يمشي الطريق القرب صوم وصلاة وجدية، ودي بنعمة من ربنا واستنارة، ويبقى ذبيحة محرقة، مش ذبيحة خطية وذبيحة سلامة وبقرة حمرة، لا ذبيحة محرقة اللي ابتدى بها سفر اللاويين. قال لي ربنا ان في ناس كتير عاشوا طول حياتهم ذبيحة خطية. يعني ايه؟ يعني كل هدفهم زي جدي لما يخطوا ربنا يروح يقول له يا رب سامحني ووقف مكانه. ممكن يعني فرصة تكون متحدث شوية عن الذبائح والفرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة. ذبيحة الخطية سمعنا السماه بتعرف الفرق بين ذبيحة الخطية والمحرقة، عشنا ذبيحة السلامة وذبيحة السلامة. فممكن يكون في زي ذبيحة الخطية، أنا بعمل خطية فذبيحة يعني جهاد، إن أنا بتوب وبقدم جهاد صوم وصلاة ويا رب سامحني، هيقول له سامحتك كده قدم ذبيحة خطية. بس ذبيحة الخطية في العهد القديم ما كانش ليها مذبح، كان الكاهن يقول له اذبح ماشي ذبحتها على مرمى الرماد من بعيد احرقها يلا. وهكذا ذبيحة السلامة، ذبيحة السلامة يعني واحد صحيح بيعترف بخطيته وكل حاجة، بس عنده قانون مثلا يصلي يوم في الساعة في اليوم، قانون زي في الرهبنة في قانون يصلي في الظهرية يصلي، وده شيء رائع. فذبيحة السلامة ايه الترتيب بتاعها؟ ان الكاهن بيذبح الذبيحة وبيطلع الدهن الدهون اللي فيها ويحطها بس على المذبح، الشيء الوحيد اللي اتحط على المذبح الدهن. وده معناها ان في مش بيجاهد الخطية بس، اهو ساعة في حياته. باختصار شديد جدا ذبيحة المحرقة هي الشيء الوحيد اللي بتتحط على المذبح كلها. وده رمز معناها ايه؟ ان انسان مش بيصلي عشان خطية ولا بيصلي علشان قانون، لا علشان بس اهو شوية روح، حياته كلها محرقة. اسحاق يسوع نفسه على الصليب كان ذبيحة محرقة، وانا اللي مفروض اتشبه بموته واكون متمثل بيه واكون بموت بشبه موته ومن اجله امات كل النهار، صرنا متحدين بشبه موته فشركة الامه وتشبه موته. انسان فهم، بيقول لك مسلم دائما للموت، فهم ان هو حياته كلها مش ساعه في اليوم ذبيحه سلامه يعني في قانون عندي اصلي، لا حياتي كلها محرقه. حتى لو رجل اعمال، حتى لو بس قرر تبقى حياته زي المديونين في قصه في مثل الوكيل الظلم في لوقا 16، ان هو مديون بحياته للمسيح، مديون مش مجرد هو يعني جهاد علشان خطيه او قانون حاجه روحيه، لا الحياة صارت هي المسيح، وفهم ان لازم يموت كل شيء فيه. الذبيحة الوحيدة اللي في سفر اللاويين صح واحد اللي ليها هي اللي تتحط على المذبح، ليها قيمة، هي الوحيدة اللي ليها قيمة.
وترتيبها ازاي؟ بتمر على ثلاث خطوات. مفيش حاجه في الكتاب المقدس ما بتمرش بثلاث خطوات. ليه؟ ربنا هدفه نوصل للقيامه اللي هو الكائن الحي في الاربع كائنات اللي هو صوره الانسان. الكائن الاول، الكائن الاول اللي هو شبه اسد، ده اليوم الاول النور اللي هو صوت الله، اللي صوت صارخ بيصحينا. اليوم الثاني اللي هو بيرمز للجهاد اللي هو العجل، اللي نقدم نفسي ذبيحه. اليوم الثالث اللي انا عايز اوصل له صوره الانسان، عايز ارجع لصوره ادم الاول، دي القيامه. انا عايز كل هدفي ارجع لصوره الانسان الاول. فالذبيحه المحرقه في لاويين واحد بيقول ايه؟ تتذبح وينزل الدم. ربنا بيقول لنا انتوا كنتوا بتحيوا الاول بحاجات، تلفزيون واكل وشهي وناس وصداقه وكرامه. لازم تعرفوا ان مش ده مصدر حياتكم. لو انتوا قررتوا اكون انا مصدر حياتكم وانتوا اغصان في قرنتي، لا، مو ده يموت اللي انتوا كنتوا بتحيوا بيه. من وجد حياته او فقدها، فقد يعني من وجد حياته، من وجد حياته في اي حاجه تانية، الاكل والشرب واللذات الارضيه، اي حاجه تانية غيري، وجد حياته في اي شيء تاني غيري يضيعها. من وجد حياته يضيعها بدوني. ولكن من اضاع نفسه من اجلي انا وجد الحياه، لاني انا الحياه، بس انا الحياه. الكرامه الارضيه والاكل الشهي مش هو الحياه، والناس والمجد الباطل مش هو الحياه. ده بالعكس، ده في سفر الرؤيا اصحاح 18 في ايه مخيفه بيقول ان النفس بقدر ما تنعمت واعطت مجدا لنفسها او تمجدت بقدر ما اعطوها عذابا وحزنا. يعني كل اللي بيقبل كرامه، سواء رجل اعمال او سواء راعي او سواء اي حد في العالم، بيقبل ويقول ايوه كرموني، ده هو ياخد ده كده بياخد المجد من ربنا. ده مش بيوضع حياته، ده هو العكس. قديش في قنالات اخ ابو فادي بيزيعوا ساعات 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 عن الاكل واللبس والعمليات التجميل. يا رب ارحم، واهتمام بالحيوانات، ويا رب ارحم، وما بيذكروش نعمه الله ولا نص دقيقه. حتى بالصوم عم بتفننوا، يعني بالصوم عندنا بصومنا ما بنذكر انه الصوم صوم الجسد او يعني قهر الروح، قهر الذات، تطهير. بس بتصوم لانه هيك بدي اصوم، تغيير طبيعه، تغيير نوعيه الاكل. مش صلب الجسد على الاهواء والشهوات، وهو اصلا ده مش صوره واحد ذبيحه محرقه، مش صوره واحد عايش من اجل المسيح. اول حاجه في الذبيحه المحرقه بتمر على ثلاث مراحل. لازم تتذبح الاول، يعني انسان بيقر ان هو عايز يتوقف عن الحياه اللي كان عايش بيها، لانه فهم ان المسيح هو الحياه. لا هو الاكل بيحيده، في ناس عايشه عشان الاكل بس وهي حياتها. ده 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 زي بني اسرائيل، يعني انت بتقول ايه؟ قال لهم هتدخلوا ارض تفيض لبن وعسل وتاكلوا من ايه؟ ده اكل سخيف، كرهت انفسنا هذا الطعام، هذا الطعام السخيف يلي الله اعطاهم اياه. احنا عايزين دور دور المصريين والاكل واللحم والبصل والبطيخ. هو ده كانوا بيحيوا بيه. تاني مرحلة بتمر عليها ذبيحة المحرقة بتتقطع وتترتب. يعني الإنسان لازم يعرف إن هو لازم يقبل كل ألم من أجل المسيح، كل ألم، وبعد كده بتحرق الذبيحة وتتحول لرمل. كل ده ليها قيمة على المسبح، لأنه ليها قيمة. لكن أي ذبيحة تانية ملهاش قيمة وبتتحطش على المسبح. الذبيحة الوحيدة اللي بتوضع على المسبح هي ذبيحة المحرقة. ده اللي ليه قيمة عند الله، إن إنسان عايش من أجل الله 100%. يوحنا المعمدان ما كانش في البرية بيجاهد علشان عمل خطايا فطلع يتوب عنها، لا، ما كانش ذبيحة خطايا، اتطهر وامتلأ من الروح القدس وهو لا يزال في بطن أمه، ما كانش ذبيحة محرقة. لا، آسف، ما كانش ذبيحة خطية ولا ذبيحة سلام، كان ذبيحة محرقة. في ناس ممكن تكون كل حياتها ذبيحة خطية أو ذبيحة سلامة، عايشين طول حياتهم يدوبك بيصلوا علشان لما يعملوا خطية، لكن مش حياتهم كلها للمسيح. لأنكم قد متتم وحياتكم صارت مستترة في المسيح. لا، مش عايش الآيات. فالشرط اللي أنا أصل للهدف، أوصل أبقى عضو في المسيح، هو إن لازم إنسان الخارجي يفنى، ذبيحة محرقة يفنى، ذبيحة محرقة اللي ممكن نربطها في الآية اللي بتقول لي الحياة هي المسيح. كيف أنا يعني حتى الإنسان اللي ماشي في الطريق بيكون الخطية اللي بالنسبة له خطية هي انه انا هالمسيح هذا بهذا اليوم المسيح ما كانش حياتي. مش شرط انه هو عمل خطيه، لكن انه المسيح ما كانش حياتي فهي خطيه. ده حقيقي، ما كانش حياته. والمسيح قال لي كده، طول ما انت ما كنتش عايش من اجلي انت كنت بتطعني. حتى لو ما عملتش ولا خطيه، لانك انت مش عايش من اجلي وتتبادل الحب اللي انا اظهرته ليك، فانت مش، انت صفر. حتى لو ما عملتش ولا خطيه، لكن انت مش عايش الهدف اللي انا خلقك من اجله. طب انت بتعمل ايه بس عشان لما تخطي
ترتجي إلي وتتوب. تتوب يبقى أنا أنت هدفك السلام مش عمل احتياط. احتياط وهو هدفه مش المسيح. احتياط لكل مزلة أو لكل ضعف عمل احتياط. مش كل حياتي أو هو حياتي. مش هو حياتي ومش هدفي أن أوجد فيه وأبعضه فيه وده الهدف اللي خلقنا عشانه ربنا. لا هدفي أدخل السماء زي جدي قال لي أنا كل هدفي كنت بروح الكنيسة عشان أعترف أتناول عشان ما روحش الجحيم. لا خوفا من الجحيم ولا طمعا بالنعيم بل حبا بك يا يسوع يا إلهي آمين. هيك معناته السماء مش مكان هي التواجد معك يا ربنا يسوع المسيح. حتى التواجد معك أنت أكدت لنا أنه نكون حتى منه من جسده أنا الكرمة لحما من لحمي وعظما من عظامي وبيعرفنا من غير أكل وشرب ما منعيش بس أعطانا مش الأكل اليومي اللي بيعطينا حريرات أو طاقة أعطانا الذي يطير فينا يغير طبيعتنا. سمعنا أنه إيليا أكل من تلك الأكلة فصار بقوة تلك الأكلة 40 يوم و40 ليلة. هالختيار ماري الياس الختيار ونحن شو الزاد تبعنا حتى يكون عندنا قوة نسير على حياتنا ولو حتى على القمر مع الاضطهادات والمخاوف والذئاب والحيوانات والوحوش التي كان يتصارع يسوع معها في البرية 40 يوم و40 ليلة. خاني بنفهم أنه آدم ما حققش الهدف ما كانش ذبيحة محرقة. لا طبعا وما سألش إيه هو الهدف ما سألش الهدف ما كانش ذبيحة محرقة ما اهتمش أصلا يسأل عن الهدف وإيه هو الموت اللي ربنا بيتكلم عنه. فكيف هو ما كانش يعني إيش اللي عمله آدم لتنه سقط وفشل في تحقيق الهدف؟ استسلم اللي هو ربنا مديله مطلق حرية حطه في جسد وهو ما فهمش إن المفروض مش يعيش حسب الجسد. لا مفروض كان يبتدي يتصل بالله عشان يبتدي يتملي من الله فيشبع فيقلل احتياجه للجسد واعتماده على الجسد. هو خلقه عشان يبقى في الروح بس حطه في الجسد يمتحنه بيه هل يستوطن في الجسد ويعيش حسب الجسد ولا ينكر ذاته ويعيش حسب الذات ولا يبتدي يفهم انه مخلوق عشان يبقى عضو في الله. فلو هو استمر زي ما القديس بولس بيقول ونحن مستوطنين في الجسد غرباء عن الله فهل هو عايز يختار عايز يستوطن في الجسد ويحقق مشيئة ذاته ولا يفهم ان المفروض يتغرب عن الجسد بالتدريج فيما هو بالجسد ينقاد بالروح والروح هي اللي تقود الجسد. فادم ما سألش مهتمش. طبعا. طب الله بعد السقوط الله كان يسعى لوجود لايجاد حل البشرية انه يعيدهم لصورة الله. ما هو ده الطريق ده الطريق اللي المسيح جه يعلمه لنا. ايش عمل السيد المسيح؟ يهو من السن 12 سنة كان ينمو في القامة والحكمة والنعمة. بيقول لنا العبارة اللي قالها للعذراء لما بحثتما عني في وسط الأقرباء والمعارف عند الرقب ألم تعلم أن ينبغي أن أكون في مال أبي. لازم نكون في مال أبي يعني المفروض أعيش للهدف ده من صغره من سن 12 سنة بيعلمنا مش هو محتاج يعيش للهدف عشان يبقى قديس عظيم في السماء. المسيح مش محتاج يبقى قديس في السماء ده هو بيوريني الطريق. كان بينمو في القامة والحكمة والنعمة بيقول لنا أنا الطريق ده الطريق. المعرفة دي والحقيقة دي مش واضحة عند ناس كتير. بس أخاني أنت بتتكلم كلام مختلف على أنا متعود أسمعه واللي كتار بتعودوا يسمعه. يعني اللي تعودنا نسمعه أنه المسيح هدف مجيئه على الأرض في ده خلاص حتى يحمل الصليب ويحمل الخطيئة طب ده حقيقي ويموت على الصليب بس مش ويقوم عشان تمحى خطاياي ويكون إلى حياة أبدية وبهيك يكون تم الهدف وتم. هل هذا يكفي؟ هو ما قالش كده. لا بيقول أتيت لتكون لكم حياة مش أتيت لأغفر خطيتكم. وقال أنا هو الطريق. لو كان ده حقيقي كان ظهر على الأرض لمدة كام شهر وقال التعليم والصلاة. لكن ليه من الصغر ابتدى يتولد وينمو في القامة والحكمة؟ ما كانش حتى كان محتاج ينمو يتقوى في الروح وما كانش محتاج ما يتكتب عنه كده. كان يستنى لغاية لما يكبر أو يظهر لمدة شهور. لكن ليه كان ينمو في القامة والحكمة والنعمة ويتقوى بالروح؟ هل محتاج يتقوى في الروح؟ بيورينا الطريق إن مفروض نهتم فيما لا أبي يعني أهتم بالهدف اللي جاي. لدرجة ترك العذراء ويوسف في النجار مع أنه كان خاضع ليهم لكن خاضع ليهم دي حاجة ويعلمنا أن أكون في مال أبي دي حاجة تاني. أخضع عليكم زي أي إنسان أخسر رجليه. هارون أخسر رجليه أيوة
بس دي حاجة وأتبعه حاجة تاني. فالمسيح كان رمز مثال كامل، أخضع لأبويا وأمي بس أطيع ولدي بس في الرب، في الرب هلا يمكن مع أن العذراء شوف يعني اللي أمه أقدس النساء ومع كده برضو ده حاجة ما قدرتش تفهمه كله ما كانت تحفظ كل الأمور وتتفكر وتتأمل فيها. منقول عن يوحنا المعمدان كان يتقوى بالروح، نفس العبارة اتجنب يمكن اتجنب على يسوع القديس لوقا انه يتقوى بالروح. انا انتبهت له الى يوحنا المعمدان وكان يتقوى بالروح بينما يسوع ينمو في الحكمة والقامة والنعمة امام الله وقالت برضه عن المسيح كان يتقوى بالروح نفس المصطلح، نفس المصطلح. كان يتقوى ينمو يتقوى بالروح اتقالت عن يوحنا المعمدان واتقالت عن المسيح بالحرف كان ينمو يتقوى بالروح نفس العبارة لان يوحنا المعمدان برضه رمز الواحد بعدين الناس مخها يجيبها انه ده لانه المسيح، لا هو جاب لنا واحد كمان بشر زينا بشر مثلنا مش عنده طبيعتين، يوحنا المعمدان بشر عادي طبيعه واحده اومانيتي او لومانيتا بينما يسوع ديفينيتي اومانيتي بس شبهنا في الضعف البشري شبهنا بالكامل ما عدا الخطيئه ده طبعا ما عدا التشوه تبع ادم لانه هو صار في الهيئه مش انسان كإنسان. يعني في الهيئه ظهر في الهيئه كأنه إنسان لكن هو فوق الزمن طبعا هو غير فوق الزمن. المخلوق وغير المحدود في البدء هو من البدء وتكلم صار لكن هو في كل شيء بي كان وبغيره لم يكن شيء لما كان يعني مش محتاج الكلام واضح عن المسيح يعني هو مش هو في الهيئة ظهر كإنسان عشان في هدف لو تفهم الهدف اتفهم بعد كده كل التفاصيل إن هو يورينا مثال مش كم عشان يرفع خطيتنا بس أيوة الخطية دي في باب مقفول بيقول للمسيح كان في الطريق جي فتحه هدفه اتفتح لهدف ان احنا نوصل مش في حد ذاته كده تحقق الهدف يزيل الفاصل هاي اول شيء اول شيء يزيل الفاصل وكل خطية بعملها فتح لي باب رجاء انه هيشيلها خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم ذات شر زال الفاصل زال الفاصل حق بالحاجز وكغيم وكغيم حجاب الحاجز لما صرخ يسوع بصيحة الانتصار ومات انشق الحجاب اللي بيخصل المؤمنين وقدس الأقداس صرنا شعب الله صرنا بنقدر نصلي نقول يا أبانا الذي في السماوات نعم لكن ده باب علشان نوصل للهدف مش في حد ذاته لما تغفرت خطيتي الخطية للمسيح بيقول لنا انت ماشي في طريق وقعت وقعت في حفرة فيها وحلة وطينة غفران الخطايا هو بيرجعني لمحل الصفر وقلت فيها شال الديون وشال الديون ووصلت انا للصفر زي طفل بيعمل كل شوية ويوسخ نفسه امه بتغسله كل مره لكن في اليوم اللي غسلته فيه هل كبر وبقى راجل كمال اجسام لا ده لسه لازم يوم يكبر في ناس بقى يقول لي انا في ناس قالوا لي احنا النهارده اتغفرت كل خطيتنا قلت لهم وبعدين قالوا بس وبس يعني هندخل السماء طب وهل انتوا هدفكم تدخلوا السماء هو ده بقى النقطه اللي ناس كتيره قالوا لي مش واخدين بالنا منها قالوا لنا زي ما انت سألتني قالوا لي كل في الكنيسة وكل اللي نعرفه ندخل السماء غير ندخل السماء كان نصل لتلك الصورة عينها نبقى أعضاء فيه يبقى صورة لي ومثاله ده لما نبتدي ننمو في القامة والحكمة والنعمة ننمو طول حياتنا بنتملي بالروح بنتملي بننمو الجسد اللي فينا زي ما بيكبر الروح اللي فينا مفروض زي ما هي اتولدت في المعمودية مفروض تكبر 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 تاكل الجسد بس اللي بياكل الروح محتاجة تتغذى بالكلام المقدس بالأسرار بالممارسة بالصوم بالتقشف بالمخدع وادخل كل يوم صلي مش في الساعة اللي في الأسبوع في القداس لا طول حياة تنفس الرب يسوع حياة نصيحة القديس أنطونيوس الكبير تنفس الرب يسوع واو تنفس إنما الحياة لي فهي المسيح كل شهيق أو صفير تصور إنه نتنفس الرب يسوع واو. أو أكون أنا يسوع أنت مدعو لما أصل للصورة من يشاهدك شفت المسيح لما الروح تنمو في القامة والحكمة والنعمة وكان نمتلئ رجل الله رجل الله رجل الله هو ده اللي خلقنا عشان فالمسيح بيقولي إزاي الناس وصلت من كتر الشر اللي في العالم بقي بس غفران الخطايا والدخول للسماء هو الهدف للدرجة هذا التشويه أو تقزيم أو هيك هي النقطة للانطلاق
ايوه بس دي كارثه في حد ذاتها. ان انا اعتقد ان بس هيك بس كده. ما في ناس كتير بيقولوا لي يا ابني انت مخلص، قلت لهم مش فاهم يعني ايه دي، فين في الطريق، الكيلو كام؟ قالوا لي يعني كيلو كام؟ قلت لهم مش المسيح قال ان في طريق ما اطيق الباب اقرب الطريق؟ قالوا لي آه. قلت لهم طب مخلص فين يعني، في اي اول الطريق بربعه بنص الكيلو واحد ولا الكيلو 100 ولا؟ قالوا لي ايه اللي كيلو واحد؟ قلت لهم هو انتوا في مفهوم مخلص، ما صوت ربنا بيقول لي مفهومهم خاطئ. ان ما فيش طريق، ان مفهومهم هو الموضوع نقطه وهدفهم هو دخول السماء مش تلك المسير مع المسيح. خطير، وناس كتير بيخدعوا ينخدعوا ويخدعوا. ايه ده؟ فين الكتاب اللي بيقول ما اضيق الباب ما اقرب الطريق؟ وفين اللي سفر العبرين نشتهي كل واحد منكم ان يظهر هذا الجهاد عينه؟ وفين جهدت الجهاد الحسن واكملت السعي وحفظت الايمان واخيرا وضع؟ وفين المعصرعاتنا ليست مع لحم ودم؟ وفين رومي عبرانيين 6 لنتقدم للكمال تاركين البدايه من المعموديات والتوبه من الاعمال الميته؟ بدايه الايات دي مش مقريه خالص، لنتقدم للكمال. ايه كمال دي؟ ما فيش كامل غير يسوع. يا استاذ انت عم تحكي انه لازم كنا نجاهد او نجاهد في ندخل عنوه قلب بعض، بس صعب البشريه انه انا يكون عندي جهد زيك او زي ابونا، كل واحد على حسب المنطقه الاجتماعيه. هذا الطريق صعب، ايه الجديد يعني؟ انت حضرتك ما جبتش جديد، انت بتقول صعب. ايوه المسيح ما قالش سهل، قال ما اضيق الباب واقرب الطريق، بس بعد ما قال كده قال حاجه حلوه، ولكن نيلي هيا وثقوا ان عدد شعوركم محصاة بالاطهار. يعني ايه بقى نيري حي وخمر؟ انا حاحملوا معكم، انا حاحملكم واحمل مشاكلكم. رسول الله حكى هذا يسمع الفريسيين اللي كانوا يحملوا اليهود الاعباء الكثير في الدفع وفي ولا المشار. كانوا يحركوا بطرف اصبعهم يمكن حاجه ولا لا؟ الربانيين اليهود كانوا يحملوا الشعب كتير تكاليف، الفريسيين ضرائب واعشار اكثر من اللازم ووصايا 613 فريضه كل يوم. الانجيل اللي كتبه لي ربنا كتبه لي انا في كل زمان وكل مكان بيقول لي الخريطه والخطوات اللي توصلني انا. يعني الفريسيين بحترمهم واليهود بحترم، انا ليا دعوه بان في بشاره جايه لي فيها خريطه توصلني للهدف. انا مش دعوه بحد. فهو بيقول ان ما اضيق الباب اقرب الطريق ولكن نيري هين وحمل خفيف. ازاي بني اسرائيل لما وقفوا قدام البحر بدون ما يختبوا لسه قوه ربنا شايفين الموضوع مش ضيق؟ لا مستحيل. قبل ما اختبر قوه الله انا شايف ان الموضوع مستحيل، مستحيل. انا شايف ان الموضوع مستحيل قبل ما انا اختبر في حياتي انا قد ايه موجود، انا شايف ان مستحيل ومش هينفع. مثل البحر الاحمر، شق البحر الاحمر مستحيل، مستحيل قبل ما انا لكن زي ايه؟ زي برضو بني اسرائيل في مصر جو موسى وقال لهم ما تطلعوا، هنطلع ازاي ده في قبضه فرعون؟ فانا قبل ما اجرب وادوقه مستحيل هقتنع ان اسيب الاكل واسيب اصوم، مستحيل اصوم ازاي؟ مستحيل. ايوه مستحيل قبل ما تدوق المسيح لكن اول ما تدوقه وتطلب انك تشبع مستحيل السامرية تسيب راجل من الست رجالة. لكن لما وقفت معاه ساعة زمن، لا المستحيل بقي هين. المستحيل بقي هين، نيري هين وحمل خفيف لما أدوقه. ففي خطوات بداية لخطوات العملية للجهاد اللي هي أدوق الرب. كثير ناس ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. في ناس اخان تستصعبها جدا، بتستصعبها لانها ما دقتهمش. ما احنا قلنا هو امثله. انا قبل ما ادوقه شايف مستحيل اصوم، انا قبل ما اجربه مستحيل شايف البحر قدامي مستحيل والعدو ورايا، انا شايف انه مستحيل. رئيس العالم حط صوره مسيطره على الذهن البشري انه صعب. صور مستحيل. ده احنا عشان هيك ما بنجربوا. يعني البدايه اني ادوخه واطلب نعمته واطلب قيادته واطلب الاستناره الكامله. هذا المفصل، انه بالاول ادوخه اتعرف عليه، بغير كده مستحيل. والشيطان هو اللي بيحط لك هالغمامات وهالصعوبات. اليوم العكس ماشي،
اليوم الشعب المؤمن عم منصوم هن مش دايقين المسيح يعني صبري. برافو عليك. بيغيروا يعني طبيعة الأكل، بيسيبوا اللحمة ويقعد يعملوا عدس وطعمية برافو عليك، لأنهم ما دقوش المسيح وشبعانين، فبيضطروا يدوروا على شبع ولذة. وده أكبر برهان المسيح قال لي حتى في الأديرة بيعملوا 20 صنف في الصيام وفي أسبوع الألام وفي الجمعة العظيمة. ده أكبر برهان ما تزوقوش ربنا وما تلززوا بين فين تلزز بالرب. فلأنهم ما تلززوش وما شبعوش فبيضطروا يعملوا أكل يشبع بطنهم وكرشهم ويتلززوا ويتلززوا. ده مساكين حكم الجسد، مساكين ما تلززوش بالله، عايشين بالجسد فمش بتدور على لذة تانية. ونحن اذا حبيتك بحضر لك احلى مائده، بفتخر انه انت عزمتك لعندي. ده مش انا محبه، انا لو بتحبني المفروض تجيب لي المسيح. واو. انا لو بتحبني المفروض تجيب لي المسيح. واو. انا لو بتحبني المفروض تجيب لي المسيح. المسيح المسيح المسيح. ده عيده مره تانية. انا اذا بحبك معناتها الولائم ولا بتخرب. انا قلتها رئيس الدير في مصر، بقول لها انت لما بيجي كاهن او اسقف ايه ده كل ده؟ انت قالت لي عشان بنحترمه. قلت لها انت كده بتخربي عليه، انت كده بتزودي شهوه الجسد اللي عنده وكرشه يزداد، انت مش بتحبيه. اولا طب ما بياكل في بيته. ثانيا هل دي القدوه والصوره اللي ربنا طلبها من حضرتك؟ دي النور للعالم، تعملي له محشي وخمس رز كده نور للعالم. وهل ده الشبع في مقياس حضرتك؟ هل دي اللذة في شبع في المقياس بتاع حضرتك؟ اللذة زكى لما عزم المسيح عنده عمل له عشاء وهيك. ايوه خد بالك، زكى ما يتقارنش برئيس الدير ولا رغبة. زكى كان لسه قبل النور، كان قبل مرحلته. انا هيك بس مجرد سؤال يعني. ايوه عمل له نفس والخطاه يعني العشاء ومتى بعدنا زكى بالخطيه. ايوه يا ابويا طيب برافو عليك. بينما مرتا ومريم بينما مرتا مظبوط، احنا بعدنا زكى قبل المسيح، قبل ما يتقابل معه المسيح. انا ليش مسكت هاي معك؟ طب مرتا ومريم الحقيقه مرتا عم تهتم ومخربش شعراتها، فايته طلع على المطبخ وتجيب الحطب وتسخن مي وكذا، ومريم قاعده زيك يا ابو فادي تسمع هاني يا هاني. سؤال شوي حساس. طبعا نحكي عن اشباع الجسد ومش الجسد مع رجال متزوجون. انا متزوج بناتكم. حضرتك متزوج؟ انا متزوج ابو فادي. كثير عم بيسالوني سؤال، طبعا نحن زي ما بنحكي عن الطعام ومش طعام، كل انسان حياته الزوجيه او الحياه الزوجيه طبعا من غير تفاصيل. الحياه الزوجيه جسديه ولا روحيه؟ الاثنين روحيه وجسديه. مظبوط. الجزء الجسدي زي الاكل والشرب، كل ما بشبع من الله انا بستغنى حتى عن الاكل اللي هو اساسي واللي محتاجه 3 مرات في اليوم، فكم وكم اي حاجه ثانيه. لا انت صار فهمت سؤالي. طبعا فهمت سؤالي. فهل الجسد الروح كل ما بتشبع احتياج الجسد بيقل، لكن طول ما الانسان واقف مكانه لغايه لما يبقى سنه 80 سنه برضه جعان. الحياه الزوجيه جسديه ولا روحيه؟ الاثنين روحيه وجسديه. مظبوط. الجزء الجسدي زي الاكل والشرب، كل ما بشبع من الله انا بستغنى حتى عن الاكل اللي هو اساسي واللي محتاجه 3 مرات في اليوم، فكم وكم اي حاجه ثانيه. لا انت صار فهمت سؤالي. طبعا فهمت سؤالي. فهل الجسد الروح كل ما بتشبع احتياج الجسد بيقل، لكن طول ما الانسان واقف مكانه لغايه لما يبقى سنه 80 سنه برضه جعان. الحياه الزوجيه جسديه ولا روحيه؟ الاثنين روحيه وجسديه. مظبوط. الجزء الجسدي زي الاكل والشرب، كل ما بشبع من الله انا بستغنى حتى عن الاكل اللي هو اساسي واللي محتاجه 3 مرات في اليوم، فكم وكم اي حاجه ثانيه. انت صار فهمت سؤالي. طبعا فهمت سؤالي. فهل الجسد الروح كل ما بتشبع احتياج الجسد بيقل، لكن طول ما الانسان واقف مكانه لغايه لما يبقى سنه 80 سنه برضه جعان. شلون في كلام بيرجع للمسيح او في رساله تصبحون جسدا واحدا، يترك الرجل امه واباه ويلتصق بزوجته. أيوة. ويصبحان جسدا واحدا. اكمل لك بقى. كمل. جسد واحد في المسيح. في المسيح. ولا جسد واحد فين؟ جسد واحد في المسيح. في المسيح. ولا جسد واحد فين؟ جسد واحد في المسيح. في المسيح. ولا جسد واحد فين؟ ولا جسد واحد فين؟ جسد واحد. المسيح مره قال لي ما فيش راعي في العالم يقول العبارة يكملها. جسد واحد فين؟ في الجسد ولا جسد واحد بهدف نبقى في المسيح؟ واو يا حبيبي صعب اليوم واحد يعني هو مرته بده يكون ما انت صعب برضه ما تاكلش. مظبوط. لكن هي البدايه، ما هو
ما أضيق الباب نرجع تاني. مستحيل مش صعب وضيق، لا مستحيل أمشي الطريق قبل ما أدوقه، مستحيل أبسليوتلي يعني من رابع المستحيلات. رابع المستحيلات مش 40 يوم أبقى في البرية، لا يوم ما ينفعش. معناته يعني العشرة الزوجية فقط لإنجاب الأطفال والأولاد والاستمرار في الحياة. نشوف الكتاب أي إيه بيقولوا كده ونشوف الكتاب أي إيه. لا يسلب أحد منكم الآخر، لا يسلب أحد لا يسلب أحدكما الآخر. ما تاخد يعني ما حد ما ياخدكش من المسيح ولا أنت تاخدها من المسيح. الإصحاح اللي مغضوب عليه المسيح قال لي، القديس بيقول شفته مع سيد المسيح بيقول لي في 4-5 آيات ما حدش بيقرب منها، والإصحاح ده كله ما حدش بيقرب منه، واللي بيقربوا منه بيقولوا لا ده رأي بولس. أما الفيلم لم تأتي نبوءة قد من تفسير إنسان بل تكلم أناس الله منسوقين بإلهام الروح القدس. ده إنجيل، مالي أنا بالقدس؟ طب شو من الآيات اللي بخص الحياة الزوجية؟ الإنجيل الإصحاح ده بدايته إيه؟ وده أطول إيش إصحاح بأنه رسالة؟ كورنثوس الأولى إصحاح 7، أطول إصحاح في الكتاب في رسائل بولس. بدايته حسناً الرجل أن لا يلمس امرأة. It's good for men not touch woman. ده ولكن to avoid the fornication يعني التجنب الرذيلة ليكن لكل رجل امرأة زوجته. فهم الهدف. اتعادل تاني بطريقة تانية. إن لم يستطع الرجل أن يضبط نفسه فليتزوج. كويس. ربنا موافق ومبارك ونصح. بس نبقى فاهمين ليه؟ لأن التزوج أفضل من التحرك. ولكن من حفظ عذراءه وليس له اضطرار وضبط نفسه لا يتزوج. ولكن إذن من يتزوج يفعل حسنا، ولكن من لا يتزوج يفعل أحسن. ندخل على حتة تانية بقى، ولكن يجب أن تعرفوا هناك فرق بين المتزوج وغير المتزوج. المتزوج يهتم في معالم وكيف يرضي امرأة. طيب ندخل في موضوع تاني. فالوقت مقصر، ودي الآية اللي كهنة في مصر قالوا لي أول مرة نسمعها، وبعدين قلتها لكاهن في القاهرة بيقول لي طلعها من الكتاب، فطلعتها له من الكتاب. قال لي لا طلعها لي من الكتاب بتاعي أنا. قلت له الدرجات دي يا ابونا؟ الوقت مقصر وهيئة هذا العالم ستزول، فيكون الذين عندهم نساء زواج كأنهم ليس لهم امرأة، أو الذين عندهم نساء كأن ليس لهم. زي حكاية انك تبقى في البرية وتصوم 40 يوم ازاي؟ وازاي يكون ده لما تمشي بالتدريج طبيعتك بتتغير. يعني بتذكرني بالآية وكثيرون خسوا انفسهم لأجل الرب. لا من الطريق ما تغيير يعني طبيعة طبيعة تتغير. خد بال حضرتك. لا هي انا فاهم بالمعنى الروحي وبالطبيعة. وبعدين يا أستاذ هني كان في نقطة مهمة كنت عايز أقولها لحضرتك. انت طبعا رئيس شمامسة، انه مسؤول يعني برضو شبه يعني خادم كبير، يعني تقول راعي. سيد المسيح لما كلموا التلاميذ في متى 19، لما قالوا له ان كلموا عن الطلاق ومش عارف ايه، وان موسى لما لقاكم بغلاظة رقابكم كده واذن لكم على الطلاق، لكن فجالوا في الآخر التلاميذ قالوا له طب إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة لا يوافق، يعني not good بالإنجليزي، يعني مش لا يوافق، يعني حاجة مش not good. ليس الرجل أو يعني مش حسنا أن يتزوج. إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. طب ما بلاش، يعني باللغة الدرجة المصرية احنا بنقول طب بلاش لا يوافق. لو كان ده حاجة بقى هدف، هي دي النقطة اللي عايز أوصلها لحضرتك. لو كان ده هدف كان مفروض يرد المسيح يقول إيه؟ لا ده أنا خلقت الرجل منذ البدء، خلقت الرجل مع المرأة ده كهدف. أيوة هو خلق منذ البدء، ده كان نتيجة. خد بال حضرتك في فرق. ده نتيجة إن آدم اتفتحت عينه فعرف حواء. طب قبل ما تتفتح عينه ده موضوع يطول شرحه، بس أنا بس بلمح لحضرتك على حاجة مهمة في النقطة دي. اتفتحت عينه، ليه اتفتحت عينه؟ لأن هو قرر أنه ما يطعش الله، قرر يكون ليه مصدر شبع تاني. ما احنا قلنا ما كانش ليه معين. لو كان الله معينه وكان غصن فيه، لو كان هو عايش كما في السماء، ما ربنا كان مديله نعمة أنه عايش كما في السماء. النقط دي كلها السيد المسيح قال لي ما حدش بينادي بيها. انت نفسك لما قلت لك الآية بتاعت المرأة حسيت ان انت حضرتك اول مرة تسمع الآية دي. الوقت مقصر وهيئة هذا العام تزول، الذين عندهم نساء كأن
ليس لهم، لأنه ما حدش بينادي بيها، لا كهنة بروتستانت ولا كهنة إنجليين ولا باباوات ولا أساقفة كاثوليك ولا رعاة أرثوذكس ولا أقباط ولا سوريان. كل أنحاء العالم أصحابي قالوا لي لا طبعا ما بيتقالش الكلام ده خالص في الإنجيل. طب ليه؟ ليه الإنجيل ده مغضوب عليه؟ ليه الإنجيل مغضوب ده عليه؟ الإصحاح ده بتاع كولونسوس الأولى صح 7. طب وليه الآية دي كمان في متى 19؟ هل أنت حضرتك سمعتها في وعظة قبل كده؟ أهو، فما حدش بينادي بالكلام ده. هكذا أمر الرجل مع المرأة لا يوافق، فما قال لهمش لا ده الهدف، قال لهم ليس الجميع سيقبلون هذا الكلام بل الذي أعطي لهم. طب نفهم إيه من الإجابة دي؟ نفهم إيه من كلام المسيح؟ سيبك من كلام القديس بولس، كلام السيد المسيح تفهم منه إيه؟ إن في نعمة وفي بصيرة وفي نور بيختلف من واحد للتاني، لأنه مش ده الهدف، مش ده الهدف. فجي القديس بولس اللي هو مسؤول عن أو روح الله استخدم القديس بولس يكتب بيده، لكن هو مساقين من الروح القدس تماما 100%. ده إنجيل المسيح، كذا مرة القديس بولس يقول إنجيل المسيح مش إنجيل بولس. صح، خد بال حضرتك، إنجيل المسيح. صح، كم مرة بيقول أنا اتمنت على إنجيل المسيح؟ كم مرة يقولها؟ كتير. يعني بولس عبد اليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله مش إنجيل بولس. ده بداية رسالة روميا، طبعا مش تاريخيا البداية دي أول رسالة، لكن هو قال كده هو كذا مرة إنجيل المسيح إنجيل الله. فيعني إيه إنجيل الله؟ يعني بشارة الله، يعني كلام الله. فأنت حضرتك حتى ما خدتش بالك، لا يسلب أحدكم الآخر. يسلب يعني يسرق أو يختصب، يسلب. لا يسلب أحد إلا أن يكون على موافقة إلى حين حتى تتفرغوا للصوم والصلاة، يعني مش ساعة ولا ساعتين، فترة، ثم تجتمعوا أيضا لألا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو كان ده حاجة زي أكلة، طب يلا كله لما تجوعوا. لأ، فليه الرعاة مش بيقولوا الكلام ده؟ حتى يوم الزواج المفروض الإصحاح ده يتقال يوم الزواج، إصحاح المخصوص عن المسؤول عن الزواج ما يتقالش. إيه ده؟ الإصحاح المسؤول عن الزواج ما يتقالش؟ طب ما ده أمر مش محزن، الإصحاح اللي مسؤول عن الزواج. طبعا هو بيقول أقول هذا ليس على سبيل، أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأن أريد أن يكون الجميع كما أنا، لكن كل واحد موهبته. أيوة ربنا سامح، بس نكون فاهم ليه، وهو ربنا مبارك بس نكون فاهمين ليه. عشان كده جه وقال بعد كده بعد شوية قال الوقت مقصر ليكون الذين عندهم نساء كأن ليس لهم، لأن هو دي الصورة اللي ربنا عايزنا نبقى فيها، خلقنا عشان نبقى فيها صورة المسيح. صورة المسيح يعني اسلكوا بالروح، يعني اسلكوا بالروح، يعني مش نص روح ونص جسد. الزواج احنا قلنا امر جسدي وروحي، نص جسدي ونص روحي. النص الجسدي ده زي الاكل، ليه؟ لان ان لم يستطع الرجل ان يضبط نفسه، بس الاكل طبعا اساسي حتى للناس اللي هي الرهبان المتوحدين، لكن ده مش اساسي، ده حاجه بسبب ان الجسد مش شبعان بالله شبع كامل، فما قدرش يضبط نفسه. كلام مش واضح؟ إلا ما يستطع الرجل أن يضبط نفسه، فالتزوج أفضل من التحرك. فهم إن فيها حالة بنبقى فيها اللي هو التحرك، الحالة دي الحالة اللي هي بتاعت التحرك، الحكمة بتاعت الله يقول خلاص. طب ليه ما حدش بينادي بالكلام ده؟ ما ده إنجيل الله. ليه ما حدش بينادي بإنجيل الله؟ للرعاة والأساقفة والبطارقة، للكنيسة البروتستانتية والكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية والرعاة اللي في القنوات الفضائية، ليه مش بينادوا بإنجيل الله؟ مش ده إنجيل الله؟ ولا نقص إنجيل الله ونقطع الحتة دي؟ وبعدين قلنا الموضوع ده مش صعب، ده مستحيل، خلق متفقين مستحيل. لكن لما يجي واحد يبتدي يشبع بالله، الوقتي نتكلم على الشيء الإيجابي. كل ما بشبع بالله بلاقي نفسي حتى الأكل مش جعان لي. فالصورة اللي ربنا ورهانا اللي هو نقدر نبقى فيها لأنه شبهنا في كل شيء، إن احنا نقعد في البرية 40 يوم بلا أكل وبلا شرب. ليه؟ منقضين بالروح. يعني ايه منقضين بالروح؟ يعني نبقى زي ما يكون في السماء. طب في السماء هل هنتجوز؟ لا. ليه؟ هنبقى في الروح. مفيش حد يقدر يقول هنتجوز. المسيح قال كده لا يزوجون ولا يتزوجون. طيب ما هدي الحالة اللي في السماء. فإن كان ربنا عايزنا ما ناكلش، عايزنا نسلك بالجسد في الزواج اللي هو الجزء الجسدي،
إن كان ربنا ورانا الصورة المثالية اللي محدش بينادي بيها ولا بروتستانت ولا إنجيلي ولا كاثوليك ولا أرثوذكس، محدش بينادي بالصورة دي. طب إن ملناش دعوة، هو المسيح بيقول الكلام الذي أكلمكم به سيدينكم في اليوم الأخير. فالصورة دي جه ورهنا ربنا، خلاص هندان لأنه جه الله اللي ظهر في صورة إنسان ورهنا الصورة دي. صورة واحد في البرية 40 يوم ما بيأكلش، يبقى نستمر لما بيقول اسلكوا بالروح. طب ما احنا قلنا اتفقنا ان الزواج جزء روحي وجزء جسدي، اسلكوا بالروح يعني اسلكوا بالروح 100%. ان عشتم حسب الجسد يعني باي صوره ستموتون، ده هتكون النتيجه. احنا قلنا مستحيل، لكن الحل نسال نقول يا رب طب ازاي نبتدي نشبع بالله نتيجه طبيعيه. ما هو السمكه ما تقدرش تسيب الميه، قلنا دقيقه واحده هتموت، لكن نقول لها انت ابتدي مش امشي الطريق اللي تتغيري فيه. احنا نمشي الطريق اللي هو نبتدي نشبع بالله، صوم وصلاه، ندخل المخدع صوم وصلاه، هنلاقي نفسنا نتيجه طبيعيه بتتغير طبيعتنا وبتتشكل على صوره المسيح. والمسيح ما تزوجش، ليه ما فكرتش حضرتك المسيح ليه ما تزوجش؟ هنلاقي نفسنا كده، ولما نلاقي نفسنا كده هتبقى نتيجة طبيعية. احنا بنتكلم بمقياس، احنا لسه في الصورة الجعانة، احنا بنتكلم بمقياس، احنا بنتكلم في الصورة اللي احنا كأننا جعانين لسه، فشايفين ان الموضوع مستحيل لان لسه ما شبعناش من ربنا. لكن لما نشبع من ربنا هنلاقي ان احنا مش احنا، هنلاقي نفسنا احنا مش احنا، ان كان احد في المسيح خليقة جديدة. ليه مش بيبقى في ربط بين الانجيل ومع بعضه؟ ليه الرعاة والقنوات الفضائية ليه مش بيعملوا ربط بالإنجيل؟ ليه مسكين كل حاجة لوحدها؟ مكتوب، ما هو مكتوب أيضا. ما فكرة الشيطان لما جه للمسيح قال له مكتوب، ما هو ينفعش مكتوب لوحده، مكتوب أيضا الربط، إن لازم بنبقى خليقة جديدة في خليقة أحيا لا أنا. أنت حضرتك بتتكلم قبل ما لا أنا دي، طبعا ما ينفعش واحد يسيب مراته، ما ينفعش واحد ما ياكلش، لكن ان كنت مع المسيح صلبت، يعني صلبت العالم يوم بعد يوم، انسان الخارجي يفنى. انت حضرتك بتتكلم بمقياس قبل الفناء، لكن بعد الفناء، بعد ما نفنى، بعد ما يفنى الانسان ده، بعد ما تبطل الطبيعه دي، بعد ما تتغير، بعد ما تشبع 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 بالروح، تنمو 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 في القمة والحكمه والنعمه بالروح، بعد كده هيبقى واحد تاني شبعان، هيبقى كانه في السماء. تيجي تقول له تعالى اتجوز، ده انت هتقول له تعالى كل، مش هيرد عليك لانه شبعان. وضحت؟ اذا نمشي الطريق خطوه خطوه هنلاقي نفسنا بنتغير، فده مش محتاج وعظ. احنا نقول له يا رب عايزين نمشي معاك، اوتوماتيك نمشينا معاه خطوه خطوه هتلاقي نفسنا اتغيرنا. قبل ما ادوق وانمو ما ينفعش من البدايه، وما ينفعش اصوم صيام حقيقي، مش تغيير اكل زي ما الناس بتعمل، لا اصوم صيام حقيقي مستحيل الا لو شبعت بالله. كل ما بشبع بالروح انا بستغني الجسد، طبيعته نفسها زي سمكه اتحولت لناس هتنفر ومش هتقدر تستحمل الوسط اللي كان فيها، وتقول ايه ده في حد عايش في الميه؟ كيف بيتحملوا في ثلاث اصناف اللي عند تبع الخاص؟ تعالى النسر وقول له تعالى في الميه، يقول ايه ده ميه عايش في ميه؟ نقول له ما انت كنت الاول سمك غرقان جوا لخشب. بالعكس بقي طبيعه جديده. المفهوم ده مش عند الناس الوقت، يكرهه يلفظه، مع انه مكتوب في الكتاب اللي في المسيح خليقه جديده شديدة. تغيروا في روميا روميا 12 بيقول تغيروا عن شكلكم، اللي في المسيح خليقه جديده. صعب كثير يا استاذ. لا ايوه صعب هلا لا مش صعب، ممكن تقول impossible مستحيل، ولكن مستحيل. مع المسيح بدون نير المسيح، بدون الاستنارة والنعمة no way، يعني مع المسيح مش صعب no way، يعني ما ينفعش no way. يعني طفل يعني اذا ممكن، اذا بقول له من هو طفل انت بكره مش اليوم، بكره راح تكون كمال اجسام، دي الهالي المسيح في رؤيا. فايش اخاني ان طفل مولود لما يشوف راجل كمال اجسام يقول انت عايزنا ابقى كده؟ حرام عليك، مستحيل. تخيل طفل بقى مشلول وعنده استسقاء وعنده كل الامراض، كمان بيبي لسه مولود يقول حرام عليكم قتلتوني. نقول له انت بس امشي خطوه خطوه واعرف النهارده تعمل ايه، ما تقولش صعب. احنا ما طلبناش منك روض نفسك انت واقف قدام البحر، احنا ما طلبناش منك تجيب، ما ينفعش افتح البحر ازاي؟ نفس الفكره افتح طب البحر. طب كشخص مات قبل ما يصل لكل هاي الامور شوي يعني انت بتبدا شوي هو بلش شوي والله هو اللي هيفتح له البحر،
خد بال حضرتك. طب خلينا في البداية، قدام البحر مش صعب، لا مستحيل راجل ما يعيش بطبيعة الجسد ما يأكلش، لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش impossible no way no مش impossible way. كمان كما. no way يعني das geht nicht بالألماني يعني no way يعني geht nicht يعني ما تجيش ما تجيش فأمشي في البحر ما تجيش فالحل أقول له رب أنت وعدتني هتوديني كنعان طيب هيقول لي طيب أنت بس هات الخروف واذبح وحط الدم أنا بس أشوف الدم انتهى دورك انتهى دورك الناس ما سألتش إيه دورنا فعشان كده ربنا الدنيا واقفة بقى ما كانوش أمنا يعرفوا دورهم دورنا في دور أعمله صح النهاردة أقول له يا رب أنا عايز أعرف دوري النهاردة أنت بتقول تصل قامة ملء المسيح ويوحنا المعمدان اللي مدحت لهن وإنسان كان إلي إنسان مثلنا زي طفل وشايف كمال أجسام نقول له احنا مصدقينك زي العذراء مش العذراء الملاك كيف الله. يكون لي هذا وأنا لا أعرف رجل وده مش صعب أنا عذراء نعم no way إن عذراء تجيب تحبل. نفس الفكرة مش صعب مش صعب لا ده no way ما ينفعش ما ينفعش أنا بالمنطق البشري زي ما العذراء نحط نفسنا مكان العذراء قالت له إيه لا هتجيب ابن ازاي انت بتقول ايه قال لها ما تزعليش الروح القدس يحل عليك قالت له طيب انا عايزة انا بس بسأل عشان افهم فاحنا نقول لربنا احنا زي العذراء انت بتقول كونوا كاملين طيب قول لنا بس كيف يكون هذا مصدقين الكلام فالعملية جاية من البداية مع عدم ايمان عدم تصديق الله وحطينا اعتقادنا ان انا اللي هعمل لا مش انا اللي هفتح البحر لا مش انا اللي هوقع اسوار أريحة احنا بس ربنا بيقول لنا انا ما طلبتش منكم تفتحوا البحر ولا تموتوا فرعون ولا ناس انا هنزل المن واعمل كل حاجه انا طلبت بس تذبحوا حاجه تموتوا شيء كونوا امنا البذره ادفني يا بذره ايوه هبقى شجره زي انت بس ادفني صح اعمل الخطوه الاولى وعمل الله هو الذي سوف يتمم ادفني وحتى لو مات هلا الطفل او هذا الابن الضال الابن الاصغر اللي قال له عطيني الورثة ولو هو وراجع لعند أبوه ومات على الطريق بس قال أقوم وأرجع إلى أبي وندم بتصور أنه أخذ الخلاص الله يحكم على نيتك ونيتي وعنا النية إذا فلان مات إذا ما وصل إلى ملء القامة صابوا صعوبات أو بعض لا ربنا مش هيسيب حد مرة ربنا مرة قلت له سؤال قلت له طب يا رب انت نعم. فهمتني الطريق للوصول للكمال افرض القيامه قامت انا سالت دلوقتي ايوه لا مش او فلان مات او انا القيامه قامت وانا على الفهم اللي انا فهمته القيامه قامت مثلا بعد 20 سنه انا الفهم اللي فهمته قامت من الاسيح محتاج مثلا 80 90 سنه ما اعرفش 100 سنه قال لي انت ما تنشغلش بكده انت بس خليك امين ولو القيامه قامت هحطك في كوكب تاني هل هيعصر عليا امر هحطك في كوكب تاني تعيش تكمل لوحدك انا المستفيد الاول من خلاصك انا اللي هدفي تبقى عضو فيا ده هو دي مشيئتي انا اللي اوجدتك من العدم للهدف ده ازاي انا اوجدك من العدم للهدف ده وانا ما ساعدكش ده انا اللي عايز كده والدليل ان انا اوجدتك من العدم من غير ما انت تكون طلبتني صح. انت ما طلبتش مني قبل ما تتوجد صح. ان تخلق إن كنت أنا جبتك من غير ما قبل ما أنت تطلبني فأنا مش هتمم المشيئة فيك ده أنا اللي عايز كده أنا اللي لهفتي كده هو لهفته ذكرني لو نسيت الأم رضيعة أنا لا أنساك بالعهد القديم أشعياء فالناس نظرت للبحر ونظرت لأسوار أريحة نظرت لجلياط ونسيت أن ربنا مش طلب منها أن هي تشق البحر ما حدش يقدر يشق البحر يشق البحر إزاي ما ينفعش واحد يعيش بالروح وهو متزوج ما ينفعش بس نعرف نطلب بصدق مش بدل ما نقعد نقول ما ينفعش ما ينفعش ونطلع فوق يقول لنا ربنا طب انت طلبت ما طلبتونيش لم تقرعوا لم تطلبوا لم تدقوا لم تصرخوا فده ما فيش عذر بقى ربنا هيقول لنا فوق انا كان ممكن اهو اخنوخ كان متزوج وصار معايا وطلعته السماء انت بس كنت طلبت مني انا لا يعصر علي امر ليه عجزتني احنا بنعجز الله ليه عجزتني احنا بنعجزه إبراهيم كان متنوع إبراهيم وطبعا إبراهيم مش هو القمة لكن صورة من صور القديسين لكن في إليشع في إليا نفوس يعني إليا ده حاجة أسطورة
ايه اللي جت مركبه ده؟ في ناس في امريكا قالوا ده احنا شككنا في الكتاب المقدس من كذا سيره من ضمن ابراهيم اللي طلب منه انه ياخذ ابنه للمذبح. مستحيل. كان كمان شيء مستحيل, مستحيل. انه كيف انا بدي اذبح ابنه وزنبه بالموعد وزنبه ايه؟ وزنبه ايه؟ ياما فكرت فيه وحيد وكان يمكن صعب كمان كان صعب ينفعش يمكن كان بدي اقول له انا بدي افترسك يا ابني ولا ممكن انه الله قال لك انه انا الله قال لي انه اذبحك بدي اظهر انا انه كانه انا صرت مجنون ولا انه اقول انه اله اباء ابنا ابراهيم الهي اله الاباء طلب مني ان اسحقك صح صح انا 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 مني انا انا هيك صار عندي شك بس ما لح اقول لك انه الهي يلي عطانيك بعد 13 اللي صار عمري 99 100 سنه وكبر صار عمره 13 سنه اذبحه نفس الصوت اللي يقوم قدب بده يختبرني مش يقربني بده يختبرني هل أعف عليه ابني وحيدي ابن حشاشة كبدي أم كبدي وإيه مشاعر إسحاق ما ذكرش الكتاب يعني إيه ده أنا ياما تأملت في الموضوع إيه كانت مشاعره أبوه بيعمل كده وإزاي كان سير كده قال له يا بابا في هاي الحطب ودي النار ودي السكينة أين الحمل قال له الله يرى الله يرى وسكت موريا وسكت وما بكي وحملوا الحطبات وحملوا يمكن المشعر سكينة بجوز السكينة يمكن حملوا السكينة كمان لا ما ينفعش ما فيش إنسان بيقولوا علشان كده القديس يوحنا الحبيب قالوا ساقوا يسوع موثوق اليدين مرتين بيذكر الإنجيل يوحنا بيذكرنا بيذكرنا ذبيحة إسحاق يوحنا الإنجيل ساق ويسوع موثوق اليدين وعلى فكرة بالطقس الرومي الكاثوليك أو الرومي الأرثوذكس هلأ نقول اللي تركيا بعض الرموز الخوري لما يساق ويقبل حواف الهيكل بيكون عامل كده كأنه حمل هنا بيقبل أربع أركان أو أربع زوايا الهيكل بيكون هو إسحاق الكاهن بلحظة رسامته هو إسحاق أخاني عندي كمان سؤال إن كان اللي تحدثنا إسا الهدف الهدف مش الطوائف الهدف هو يكون العريس صورته ومثاله لا طبعا ليه الله سمح بالطوائف وإيش علاقة الطوائف بالابن الأكبر بمثل الابن الضال عشان إحنا بدينا كلامنا في الطوائف وإنه الناس للأسف والمسيحيين صار هدفهم الطوائف بدل ان يكون هدف انه يصلوا لصورة الله ومثاله طب انا ممكن اسال سؤال عتاب ليه الله خلق الطوائف سمح او انا ممكن شوي عدل لا مش عدل اخطا عليه قبل ما نفوت بالجواب لو الواحد وطني او اي انسان من طائفه ثانيه فتح الكتاب المقدس وبده يصير مسيحي هل مسكين هذا بده يصير انا مسيحي وتبع المسيح وعاش المسيح بده يجي بينات المسيحيين بدي يصوروا انت من اي طائفه طب مش المسيح وتبع المسيح يعني انا ما بعرفش هاي الطائفه ولا ما هاي طائفه انا مسيحي صرت بدي صرت مسيحي في المانيا شفت المنظر ده كتير انه الناس تكون فعلا في يعني من الهنود دخلوا على المسيحيه او صينيين او بوذيين بعد كده جه استغرب في الكنيسه الارثوذكسيه سالوه طب انت متعمد ايه دي كانت الصدمة ليه؟ طبعا متعمد باسم الآب والابن والروح القدس باسم الثالوث يعني القدوس بأي كنيسة متعمد كانوا يسألوه يعني حتى علشان يعترفوا بيه انه مسيح ولا لا قال لهم انا ظهر لي المسيح في رؤية قالوا له برضو ده لا يكفي لازم احنا اللي نقر انك مسيح ولا لا حتى الكناء يعني الطوائف يمكن انه له صبغة يعني شهادة هلا بالمنام ما بل انا انه حدا يرسمني كاهن بالمنام لا تعمد بس مش ارثوذكس قبطي طب تعمد في خلص يقدم شهاده ايوه قالوا له برضه ما ينفعش الشهاده لا مرات الاقباط بكذبوا حتى الاقباط الكاثوليك بكذبوا اللاتين والارمن والسريان هذا الشخص اللي صار مسيحي وجد بين طوائف كان ان هذول الطوائف ان حجر عثره صاروا بالنسبه له صح حجر عثره حرام صح طب وده مش برهان ان هو ساب البوذية ولا الهندوسية مش ده برهان ان هو يسوع فاعل فيه اكتر مني ومنك شوف قد ايه الموضوع وصل لدرجة مين اللي ليه الحكم ان يقول ده مسيح ولا لا مش الله لا
الذات المسيح الطقس. قال لي عبادة الذات يعني كان نرجع لجوابه للأخ شادي الابن الأكبر بيرمز للشخص اللي هو طائفي مش مسيحي، يعني واحد قاعد في بيت أبوه بس لا بيحب أبوه بصدق ولا بيحب أخوه. بيقول له ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع البخايا. كلمة قوية. كلمة ابنك مفروض تقول يا ابني أخوي ابنك هذا. فلما عاتبه الأب قال له لأن أخوك هذا مش ابني. اصحى يا ابني، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أخوك. فده الابن الأكبر بيرمز لواحد قاعد في الكنيسة. أيوه، بتعمل إيه في الكنيسة؟ كان راقب اخواتي طالعين فايتين، احكم عليهم ده منيح يجي ولا ده مش لازم يجي. فايدة وجودك في الكنيسة معناتها عشان احسدهم واتكلم عليهم على العائلات وعلى الافراد وعلى الاشخاص، اقلب على نفسي على نفسه دينونة. دان لا تدينوا لألا تدان. فين الهدف؟ قاعد في الكنيسة. طائفتي. ومين قال لك ان المفروض تكون انت ديان لأخيك وطائفي؟ انت المفروض تكون مسيحي زي اللي قعدوا في انجيل يوحنا صح 3 وجم ليوحنا العمدان وقالوا له ايه؟ انظر الذي كنت تشهد له الجميع يسمع له ويعمل. قال لهم ايوه ده المفروض. قال لهم ينبغي ان ذاك يزيد وانا انقص. ده المفروض انت تروحوا له. من له العروس ما له، من له له العروس فهو العريس. يعني العريس له حق الملكيه الوحيد في العروس. انا مش ملك النفوس. صح. وانا لكم اندراوس ويوحنا الحبيب قلت لهم هو ذا حمل الله. بس برضه كمان يوحنا لما كانوا اليهود نحن ابناء ابراهيم، نحن ابناء ابراهيم يا اولاد الافاعي ان الله قادر ان يعمل من الحجاره ابناء يخلق. المسيح كمان حكى نفس الشيء. صح. بحاجة تهتتوا حالكم. ممكن على طائف صغير بس شوف اليوم الطوائف عندنا للأسف كم هائل من الطوائف. لأن النور مش واضح. إن المفروض يمشوا طريق ويبقوا مسيحيين ويتغيروا تلك الصورة عينها ويكون المسيح هو رعيهم ويبقوا تابعين ليه مش تابعين لشكل. ما رأينا أناس يخرجون شياطين باسمك فمنعناهم. ليه؟ لأنهم لا يتبعوننا. الله. كارثة. والابن اللي أكبر كان يتبع الطقس ويتبع الشكل. الشكل بس، لكن هو ما فيش صمر الروح، ما فيش في الروح، ما عندوش محبة. يبقى إيه الفايدة؟ إيه صار أحيانا صرنا بنقول إذا ما دخلوا لعنا ما بيخلصوا. لازم يقول إذا ما دخلوا عند المسيح وامتلكوا المسيح هو له أساليب ولغات وإيدي معانقة الكل. صار احيانا صرنا بنقول اذا ما دخلوا لعنا ما بيخلصوا. لازم يقولوا اذا ما دخلوا عند المسيح وامتلكوا المسيح هو له اساليب ولغات وايدي معانقه الكل. صار احيانا صرنا بنقول اذا ما دخلوا لعنا ما بيخلصوا. لازم يقولوا اذا ما دخلوا عند المسيح وامتلكوا المسيح هو له اساليب ولغات وايدي معانقه الكل. 380 درجه مش هيك؟ يسوع بيعانق. الاب كيف قبل والده ابنه الذي كان ضالا فوجد وكان ميتا فعاش، ضمه حضنه وغسله. في قديسين قالوا ان الابن الاكبر هو الحقيقه هو الابن الضال. واو صح. الابن الاكبر هو بالحقيقه هو الابن الضال. مظبوط هيك. هو بالفعل يعني شوف انه ابونا عم بيعملوا مثلا هاي السنه سنه الصلاه لاجل وحده الكنائس او التكريس. صلاه لاجل وحده الكنائس. لما ندور على صلاة لأجل أنه نلمس يسوع المسيح ونعيش يسوع المسيح، لما ندور على وحدة الكنائس السطحية يعني الأرثوذكسية الكاثوليكية المعمدانية، طب وين يسوع المسيح مثلا في حياتنا؟ الوثنيين جنود الرومان ما قدروا صلاة لأجل وحدة الكنائس. طب دور على الهدف أكثر على يسوع المسيح لحالة تتوحد القلوب، تتوحد الإيمان، بتوحد بصير الطريق واحد للكل. الهدف الجنود ما قدروا يقطعوا يمزعوا ثوب المسيح. ده اللي بيحصل. اقتسموا ثيابي بينهم. انا سايبنا على الصليب واقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي بيقترعوا. احنا بنقترع ونقتسم على الثياب بتاعته مش عليه هو. كارثه. يعني مش عارف يعني
ازاي مش حاسين بكده؟ احنا مش بنتخانق عليه، هو نصيبي هو الرب. لا احنا مش بنقول نصيبي هو الرب، احنا بنقول الشكل بتاعنا هو نصيبنا، نصيبنا هو شكلنا. يعني اقترحه مع انها هي مذكوره في المزمور. هل المزمور بوحي للحدث هذا اللي راح يصير انه الناس راح تتفسخ هيك؟ ما هو المزمور بيتكلم نبوءة عن الحدث اللي هيحصل تاريخيا، والحدث تاريخيا ده رمزه اللي هو اللي احنا عايز يعلمه لنا المسيح. كل كلمة مكتوبة في الإنجيل ده رسالة ليا، حاجة لازم أتنبه ليها وأعيشها، رسالة ليا أنا وحاجة لازم أعيشها. إن مفروض ما حطش خمر عتيق في زقاق جديد، ما ينفعش. طبعا. ما ينفعش أنا بقى في الكنيسة ومعتقد إن بقص من صوب المسيح وبرقعه على صوب عتيق، ما ينفعش. سيب المسيح مصلوب بيتهدى في الشكل، فأنا بقتسم ثيابه شكله، لكن مش هو نصيبي. لو هو نصيبي أنا مش هبقى مشغول مين دخل من ما دخلش، مين اتناول من اتناولش، أنا هبقى مشغول بيه هو، وهبقى مشغول بعد كده ازاي كل واحد اجيبه ليه هو مش ليا انا. هي دي الكارثه. يوحنا المعمدان ما سعاش الناس تبقى ليه هو، ضيع الموضوع، ضايع. مفروض ابقى غيرت بيتك انت اكلتني، مش غيرتي انا بيتي انا اكلتني. هو صرت انا الهدف، صرت انا اله. فالطائفه وتركيز الذات فيها دي الوهيه انا، ولازم تعدي علينا احنا. والماده الخام بتاعتنا هو الروح يستحوذ، احنا عندنا الماده الخام. طب الماده الخام مش هي اللي بتتغير؟ ده عمل روح الله للي فعلا ابتدوا يتجاوبوا معاه. ده حتى السيد المسيح قال الطريق بدايته المعموديه. بس ايه هي المعموديه؟ فقال لي مثل، كل ما اقول الواحد يقول لي خبر صحيح، احنا مش دارينين. لو جبنا واحد، والمثل ده قلته في كذا حلقه وكذا برنامج، لو جبنا واحد نايم بوذي أو هندوسي، وجبنا كل الرعاة كل الطوائف في العالم، وجبنا بابا روما والبابا شنودة، وجبنا الكنائس وسامح موريس، وجبنا كل الناس، خلاص الكرة الأرضية كل الرعاة جم جاهزين، الراجل مخدر ونايم، يلا بقى صلوا كل واحد عليه، يقول لي كب مية وزيت ويصلي كل السؤال. لما يصحى الشخص ده هنقول له مبروك أنت قديس؟ طبعا. ليه؟ ما احنا هو عمدناه. إذن المعمودية هي إيه؟ ولادة لبداية نمو. هو هل ينفع نقول له هو نايم؟ لا، ده هو أصلا مش فاهم وما طلبش. ما ينفعش إلا بكامل إرادتي. المسيح قال لي الابن الضال إمتى لبس الحلة؟ لما كان عند أبوه، ولا لما فعلا بعد وفهم واقتنع وقد إيه ده البعد عن الله، وأقر إن لازم يرجع ويخضع، لبس الحلة في اليوم ده. والحلة هي المعمودية، كل الآباء القديسين بتقول كده. أنتم الذين اعتمدتم المسيح ولبستم، ولبسوا خاتم، إنه بقي أهل، بقي هو يثق فيه، أهل ثقة وثق فيه، جرب واختبر وجيب كامل إرادته. بعد ما شاف الفرق، السامرية سابت الجرة، شافت الفرق ده. ما قلنا هي دي البداية الصح، أدوق واختبر واستنير وأفهم وأقر أنا عايز أموت معاه. مش واحد هندوس نخطفه ونجيبه ونقول له خلاص انت بقيت مسيحي. الله، مش لازم هو يقر ويفهم ايه هو الموت ويقبل ان يدفن ويموت مع المسيح. ايوه الاطفال واحنا صغيرين وعربون، ماشي ده عربون، بس لازم لما يكبر يقر. والدليل كل الناس مارسوا طقس المعمودية وتناولوا كل يوم، ليه مش قديسين؟ يمكن مش قديسين لانه ما عم يمشوا الطريق. أخذنا إيمان أبي وأمي وراثي موروثي إريديتاريو، أنا من أبي وكتر خيرون، يعني أعطوني مثل نعمة الحياة، بشكر والدي والدتي. بس الكتاب موجود، لازم انمو فيه. أنت المفروض فتشوا الكتب وآكل بالأول كنت أرضى. هو يبحث، هو يتكلم عني، هو هلأ بيكون صغير كنت أشرب أرضى، دلوقتي صار في عندي سنان صرت أنمو. كالجسد لازم ندرسهم، وأيضا مفروض كمان إنه يكون في معرفة أكثر. نحن من كفر كنا وأبونا من أبونا كان في شفا عمر. شفا عمر يعني حضرتك كان بالأردن وجي، وكان عندنا هنا 4-5 سنين قرنا وكذا. بشفا عمر يمكن من يومين راحت مع جارح، كنا بشفا عمر بمبارحة عند أسيس مصري، إيش اسمه؟ أشرف غالي. أشرف غالي
كنيسة جديدة. أيوة. كان جاره شفع عمر. طيب منتابع شو في أسئلة كمان دور مينا يمكن أخاني هاني لهاني. إحنا ثلاثة هاني. وأنا. نكون أنت هاني كمان أبونا. أبونا بسام إجا الهناء اكتمل. هاني. الهناء والسعادة بهالكم يوم عندنا حكون أبونا. أبونا لا كمان اللاتين طائرة اللاتين. يعني تنين اللاتين. كلنا واحد في المسيح له المجد. نعم. وين صرنا أو وين؟ خاني حبيت أسأل على موضوع الاستنارة. استنارة. علشان أنا أمشي الطريق اللي يوصلني للمسيح وبعد ما توضح لي فعلا إيش الهدف، فكيف أنا أستنير وبحسب إيش الله يعطي الاستنارة؟ هل حسب البيئة اللي حوالي؟ إن كان في خادم كويس وصاحي فأنا أستنير أكتر، أو إذا كان خادم نايم زي عالي الكاهن فأنا مش راح أستنير، ولا معتمد على الإنسان نفسه إن كان عنده الإرادة يطلب من الله ولا لا؟ طبعا. عشان في كتير ناس بقول أنا ما فيش حوالي كاهن كويس أو خادم كويس في أوروبا أو في أماكن كتير في العالم، بينما المسيح نفسه كان يهوذا الإسخريوطي كان في جانب المسيح 3 سنين. فهل ممكن تشرح؟ أنت قارن يهوذا بأخنوخ. أخنوخ ما كانش في كتاب مقدس، مش ما كانش في راعي، ما كانش في حد بيعبد الله ولا أي نبي، ما فيش إنسان في وقته. سمعنا أنه كان أيام نوح ما كانش في واحد في أيام نوح كان بيعبد الله عبادة حقيقية طبعا، وما كانش في كتاب مقدس وما كانش في، لكن مكتوب عن نوح وأخنوخ عبارة واحدة بنفس الحروف، صار نوح مع الله، صار أخنوخ مع الله، بس أخنوخ زيادة عليهم بقى ولم يوجد من كتر ان ربنا شافه ان هو ايه اللي خلى اخنوخ مش الطريق. صار اخنوخ يعني صار مع الله مش الطريق. طب ايه السبب؟ هل لان كان في راعي قديس عرفه الطريق؟ لا، ارادته زي ما المسيح بيقول سيصير الجميع متعلمين من الله، او في رساله يوحنا الاولى المسحه تعلمكم كل شيء وثابته فيكم ولا تحتاجوا لمعلم. الدليل يهوذا، فهو الفيصل هو الشخص نفسه مش الراعي. الراعي قديس ده رائع، مفيش راعي خالص المسيح يبقى الراعي. فهو يهوذا كان معاه رب المجد نفسه. احنا مش بندين يهوذا، بس ليه ما مشيش، ليه ما دخلش ومشي الطريق ووصل للقداسه؟ الفيصل الشخص نفسه، هو ما 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 ما, ما رغبش ما طلبش من جواه. فالشخص هو دي ابديتي انا. انا موجود في بلد، في بلاد كتير في اوروبا ما فيهاش كنايس، وفي أمريكا وفي أماكن كتيرة، في أستراليا ما فيهاش كنيسة خالص، لكن الله يقدر يقودني. فالفيصل في الشخص نفسه، ما فيش أكتر إثبات من يهوذا. المسيح نفسه معاه وبرضه ما مشيش الطريق، مش لا وأخنوخ. يعني شوف قارن يهوذا، أعتقد ده كده إكستريم، يعني الفرق من الشمال والشرق والغرب. واحد ما كانش فيه حاجة تساعده، ما كانش فيه كتاب مقدس، ما كانش فيه شيء يعني حتى أي حاجة نور بأي صورة، بصيص نور ما فيش. ويهوذا مع الله، ويهوذا كان معه يمكن هيك الكتف بالكتف ويلمسه ويشوف أعجيبه وما آمنش، أو بالعكس مش مع قديس عظيم، لا مع القدوس نفسه، مع رب المجد، رب المجد نفسه، الإله ظهر في صورة إنسان. ما اعتقد ما فيش برهان اكتر من كده، واللي رغموه واللي صلبوه نفس الحكايه. يعني امر زي ما بيقولوا المصريين اسخف وادل، يعني امر امر اللي قالوا لا اصلبوا وذبحوه، وكذا مره يطلبوا يرجموه، ده لولا ان اختفى من وسطهم يعني كم مره ساعه انه يرجموه. فالقضيه مش في الشخص المتكلم، القضيه في الشخص نفسه. ما ناس كتير بيقولوا لي الاختبارات، او في لما واحد بيطلع السماء او قد ايه خلتنا لا، قلت لهم لا، ده انت عشان خروف وليك اذان للسماء عشان كده على طول كان عندك الاستقبال، فانت على طول حسيت وقدرت الكلمه. مش الموضوع مش في الشخص المتكلم، الموضوع في الشخص المستمع، لان يهوذا والناس اللي كانوا هيرجموا المسيح سمعوا من رب المجد نفسه، وبالعكس اخنوخ ما سمعش من حد. فالفيصل في الشخص نفسه، فعمل الله لوحده كافي. هو بيقول سيصير الجميع متعلمين من الله، ولا يستطيع أحد أن يأتي إليه إلا يكتذبه الآب. فهو الشخص يطلب الله بيكذبه، في راعي أمين، وفي كنيسة بتشجع أمين، وما فيش حاجة خالص في أي حاجة
برضه ربنا عمل روحه كافي جدا. وممكن نشبه هذا في قصة المرأة مع أريشة لما نفز الزيت فساعتها قال لها هي دي بقى ان انا كل ما باجي باناء بيملاني، هاجي بعشر اواني يملاني، ادخل المخدع خمس دقايق. المرأة الشومينية اللي استضافت أريشة ما قال لها شوفي عندك اواني جيبي حتى انه اعطيكي نعمة بركة، وجابت كذا انية حتى تعبي، صح على السؤال طبعا وصيت لا تقللي على قد ما هتجيبي اناء، هتجيبي عشر اواني هيتمل، هتجيبي الف اناء هيتمل. فحسب الانسان بيسعى لله، نعم الله بيديله. انا بقف مع المسيح خمس دقايق، بدخل مغداه يملى الخمس دقايق، بدخل معاه بقعد ساعه هيملاني بالساعة دي. على قد هيقول لنا على قد ما انت يا ابني بتيجي ليا جوعان عطشان ليا انا برويك عايز تقضي معايا بقى، تعتزل طول عمرك، مش شرط براري يعني صحرا، المهم تدخل المغدى وتقعد فتره هديلك على قد ما انت بتطلب. فهو اساله تقعد تطلبه تجده، معناها على قد ما انت بتطلب هديلك طبعا بكامل اراده الانسان. انا عايز اضيف حاجه على الاستناره، هنسأل عن الاستنارة. والاستنارة معتمدة علي، معتمدة هذا النور انت الأخ شفته ربنا هو اللي بده، ذكرت عن هذا النور احنا بدنا نتعب البداية طبعا بدون النور ما فيش إنسان. هو برؤية أو بظهوره للمسيح شاف هذا النور. بولس الرسول ما هو كان عاش في ظلمة طبعا، فكر حاله أحسن واحد، واكتشف بعدين أنه ما بشوف إشي وما بعرف إشي، ويسوع بحكي له أنا نور العالم، أنا هالشخص اللي أنت عم تطيه له. بس كان بولس أبونا بولس كان من خلفية متعمق في التوراة، يعني مش من الفراغ، عشان هيك ترفس مناخس حكى له إنه مش من هاللقيء. صعب عليك أن ترفس المناخ أكيد. نحن بنعكس نور يسوع للعالم، يسوع يسوع فينا أكيد. دائما إحنا دائما لما نيجي نصلي من شعل الشمعة هي رمز لقيامة المسيح. يسوع بحكي عن العذارى الحكيمات والعذارى الجاهلات، في هناك زيت الإيمان، زيت الورع التقوى، وهو اللي بيساعدنا حتى إحنا نكون إحنا فتيلة نشتعل وننير للناس اللي حوالينا. حلو. هو ذكر العذارى الجاهلات والعطارة الحكيمات اللي أخذوا خمس، أنا وقت أشرح لنا إشي متى 25 بهذه العجالة السريعة. أبونا يسمع معنا كمان، أنا ما سمعتش منك ولا أبونا فرنسوا ولا أبونا بس العذارى الجاهلات مش خطاة، بس الناس مش بيجاهدوا عذارى، ما بيجاهدوا لا يجاهدنا، بس مش أشرار ولا خطاة، عذارى. بيقول كلهم خدوا مصابيحهم، بس الحكيمات خدوا معهم زيت، الجهلات ما خدوش معهم زيت. الزيت هو رمز الجهاد، الإنسان بتعبه زي رمز عصر البزار، أنا بعصر البزار فبينزل زيت. فربنا شبه الجهاد بالزيت، الحكيمات بيرمزوا الناس فهموا الطريق واستناروا طلبوا النور ففهموا الطريق. أي واحد أعمى هو مش شايف أن في طريق أصلا وما طلبش النور. البداية الصح أن واحد يروح للمسيح يقول له يا سيد أريد أن أبصر، فهيبتدي يفتح عينه فهيشوف النور فيمشي بناء عليه الطريق. لكن الجاهلات كان ربنا مديهم نعمة، بيقول انطفأت المصابيح، يعني كانت المصابيح منورة من البداية. الجاهلات بيرمزوا لآدم، كان مديله نعمة كبيرة قوي. آدم بيرمزوا ليه؟ آدم كان نقي جدا، بس مش نقي بجهاده في البداية، كان بالنعمة، كان عريانه مش شايف من كتر كان في نعمة في البداية، هو ما استغلش النعمة دي. فكان في زيت، بس مش زيت بجهاد وزيت بنعمة. فالعذارى الجاهلات كان في مصابيح وكان منورة بس انطفأت. طب كانت منورة من البداية، كان في نعمة، بس هم جاهلات لأنهم ما سألوش إزاي تستمر النور. آدم كان برضو عذارى جاهلات، ما سألش إزاي تستمر النقاء والعفة بتاعته، بل بالعكس ربنا قال له هتموت وما اهتمش، وضرب كلامه عرض الحائط واتفتحت عينه ومات فعلا، ماتت القداسة والعفة. فالزيت ده راح خلاص، يعني النعمة اللي عطاها له ربنا ضيعها هو لأنه كان جاهل. بعد كده كان في كذا فرصة قدامت الحكيمات. أنا بحب أسأل سؤال كمان، أنه جبت سيرة آدم والتجربة هاي الأولى
أودت بالإنسانية للألم والبعد عن الله. الشيطان عم بيقدم لآدم وحواء ثمرة معرفة الخير والشر، إنها في شغلة بتختص بالنظر بالعيون، اتفتحت عين إيش هالانفتاح بالعيون. وكمان بالأخص لوسيفوريوس، كمان الشيطان حامل النور، حامل النور لوسيفوريوس حامل النور، عم بيستغل هال منصب الشيء اللي من ربنا معطى لا لا شيء خاطئ. وإن إحنا بنقدر كمان نحكي عن هالشخص الساحر سمعان اللي كان بده يحاول يأخذ هالنعمة هاي من الرسل وهالقوة هاي. ففي هناك الشيطان بيحاول إنه زي هالعلم تبع بعرفش تايوان أو بعرفش فين، الدودتين دودة سودة ودودة بيضة، وبتحاول كل واحدة تأكل من الثانية، وبدوروا في دوامة مغلقة، وكأنه في هنا قوتين، قوة خير وفيها شوية شر، وقوة شر فيها شوية خير، والتنين وحشين عمالهم بيمشوا في نفس البوتقة وبتصارعوا كل واحد بأكل من الثاني وما في نهاية. وهيك إنه في هنا قوتين، قوة خير وقوة شر، قوة ظلمة قوة نور. فياريت إن بالإمكان توضح لنا هالشي هالعلاقة هاي، كيف إنه الشيطان بيحاول إنه يحكي لنا أنا عندي النور وتعالوا لعندي، يسوع هو النور الحقيقي. ما الشيطان سقط في شيء جعله يسقط، خلى آدم يسقط بنفس السبب. الشيطان رفض يكون الله إلهه، رفض يكون هو يخضع ليه، فعشان كده ده نفس الحكاية اللي دخل ليها الآدم، قال له بصلي وطعني أنا وملكش دعوة، لن تموت. قال له هنموت، حوالت قال لهم لا لن تموت بس اسمعوا كلامي. نفس الفكرة، نفس السبب، السبب الخراب اللي حصل لرئيس الملائكة وبقي الشيطان، نفس الخراب اللي حصل مع آدم، أنه رفض ان فعلا يخضع لله. فالجسد كان ميت، فصحي في الوقت ده كان ما كانش شايف، كان عليان مش شايف. ربنا قال لي في رؤيا السيد المسيح كنت مدي لآدم نعمة، عايز افهمه انك انت كنت عايزك تبقى عضو فيا، ولما هتبقى عضو فيا بس دي كانت نعمة، انا هكون الراس بتاعتك، كنت عايز يعيشه الحياة دي، الحياة ان هو ازاي ابقى عضو في الله، فالله يكون الراس، المسيح يكون الراس، والراس فيها عيون. فكان مدي آدم نعمة فترة معينة إن كان هو راسه وعيونه، عشان كده مش شايف الجسد. لكن لما رفض آدم، سيد المسيح قال في رؤية، لما رفض إن أكون أنا راسه خد النعمة، ففتحت عينه وعرف حقه، والدنيا اتلخبطت، الدنيا اتلخبطت. الجسد كان نايم زي جهاز حطينا الفيشة بتاعته، اشتغل الجسد، اشتغل اتحط فيشته، فاتفتح عينه، وأول سمر ليه أول ابنه أول قاتل. والخطية بقى دخلت إن الفجوة اتفتحت، سيد المسيح قال أنا حاطط في الإنسان الروح اللي هي مكان بيتي هيكلي عشان يتملي مني أنا الغير محدود. الفجوة دي ملهاش حدود، لو مش باعش الإنسان بالروح الله وتملأ هيحس بجوع لا نهاية. ده اللي حصل في سليمان، عشان كده أعتقد أنه ممكن يشبع من الكرة الأرضية العالم، لا ما شبع، ومش ما فهمش سليمان أن دي فجوة ملهاش حدود، ما تتمليش غير من الله الغير محدود. حتى التلاميذ كانوا صعب يفهموها إلا بيوم العنصر. ما فتح ذهنهم ليفهم الكتب، ما هو بدون النور اللي حضرتك قلنا، بدون النور ما فيش حد يفهم حاجة في أي حاجة. فتح ذهنه، أنا ممكن أبقى دارس كل اللاهوتات اللي في العالم، لاهوت ولو دارس بس مش فهم حاجة، لأن جغرافيا وتاريخ، لكن مش مفتوح ذهني على ما وراء الكلمة. ده لما أطلب بقى نعمة وأكون، دي بقى البداية، واحد صادق بيقول له يا رب افتح عينيا أفهم، لأن ممكن أبقى في الكنيسة وباجي ومش فاهم حاجة ومش واصل لشيء، مش فاهم. المسيح مرة قال لي في رؤية، أي إنسان ما بقاش قديس هو ما طلبش أن يبقى قديس، ده أنا على الباب أقرع ومنتظر بس حد يقول لي تعال فهمني، ده أنا المتلهف واقف ومنتظر عمال أقرأ. طب أخاني إذا بنأخذ مثال مريم المصرية، كيف الله فتح ذهنها؟ لأنها قبلت زي السامرية، ما في خروف ضال وابن ضال، السامرية كانت خروف ضال، هي مش عارفة تروح فين، جالها
وجالها وهو عارف انها تفتح له. فهو ربنا بيقول لنا بلاش تبقوا ابن دار وتقولي انا هجيلكم بس افتحوا لي بس دخلوني. قال الله ليكن نور. الارض خاربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه بس قال الله ليكن نور، زي ما القديس بولس بيقول في كورنثوس الثانيه الله الذي قال ليكن نور فليشرب بنور بنوره فيكم، يعني بيفكرنا بالبدايه ان انا ارض خاربه بس افتحوا لي. فهو البدايه ان واحد قبل النور، لان بدون نور الله مش هفهم اصلا الهدف انا عايش ليه. فاكر ان بمارس طقس وخلاص. طب اسال نفسك بعد 20 30 40 50 سنه ما بقتش قديس ليه؟ الشيطان خدع الناس ان القداسه دي لفئه معينه. ازاي ده القداسه بدونها لا يعاين احد الرب؟ امور كتير الناس ما سالتش وما اهتمتش فما دخلش النور، قاعدين عميان. حتى القديس بيخطا 7 مرات على الاقل الصديق. بس في تغيير بقى طبيعه، كل ما في المسيح خليقه جديده ده بقى بتتغير الطبيعه. ياما اتقال لي انا في رؤى كتير ان انا مش عايز تنفيذ وصايا، تغيير طبيعه، الطبيعه بتتغير، خليقه جديده مش كتير فهمها. في ناس فاكره انه واقف في مكانه وكل ما يخطي ربنا يسامحه، طبعا ده لازم اعمل كده بس ما بقاش في مكاني، ما انا بخطئ عشان لسه في ضعف. لكن اللي في المسيح خليقه جديده، يعني زي الام تريزا تحكي ربنا ما راح يحاسبنا على الشر اللي احنا بنعمله. صح. بس صح راح يحاسبنا على الخير اللي بنقدر نعمله ما عملناهوش. حلو. من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطيئة. يعقوب بيقولها كمان، يعقوب بيقولها من يعرف الخير اللي كان ممكن نعمله ما عملناه بحسن. ربنا القديس بولس الروح متحمس أما الجسد فضعيف. هاي خبرة القديسين. بس لو واحد طلب أن الله يقوده، يعني جاب لنا ربنا الأمثلة ليه حن المعمدان وإليه بشر ناس كتير. أنا كنت بسأل زمان في مدرسة الأحد في الكنيسة هو ليه إليه بالشكل ده؟ قالوا لي عشان ده إليه. لا يعني بقول لهم يعني أنا ما ينفعش أبقى زيه؟ قالوا لي لا طبعا. فأنا زعلت من جوايا، طب ليه؟ معقول؟ بعد كده كبرت شوية في سنة وابتديت أقرأ كونوا قديسين كما إن أباكم في نظير القدوس الذي دعاكم بل كونوا كاملين. الله، يعني الكلام ده ليا. أنا كنت فاكر قالوا لي لا القديسين دول قديسين. طب ليه ربنا مميز؟ أنا وأنت وهو وأبوك وأبي وكل الناس ظهر وصغار. معناتها الشيطان بيقلك اسكت أنت ما بتفهمش، ما العيد هذا مش لينا، لحد التاني القداسة لحد التاني. وقديش حلو كمان بإيليا قديش كانت رغبته إنه دايما يعمل إرادة ربنا. وبعض الأحيان كان محبط لدرجة إنه خلص يا رب خد حياتي ويطلقها بألم ويجي الملاح ويروح بده يرجع ينام أو يرجع مرة تانية لسه أكلة طويلة مشوار طويل. وربنا كفاء إنه طلع بعربة نارية نحو السماء. يعني هاي موقف غريب. يقولون إلى شبه السماء ليس السماء بقمتها، لأن المسيح هو باكورة القائمين. في تعبير أنا شفته قريته من بعض القديسين إلى شبه السماء ولم يبلغها. السماء فيها عدة منازل زي ما حكى، في منازل كثيرة بس في أي منزل مظبوط أخاني؟ منازل كثيرة. أخ هاني هنا في سؤال شوي، يقولون في الكنيسة إن المسيح مات عوضا عني أو بدالي كي أحيا أنا بموته، هل هذا يكفي؟ المسيح مات عن كل خطية، ماشي، ده للناس اللي هدفها بس تغفر خطيتهم. ما كنا بنتكلم في الموضوع، الناس كتيرة معتقدة إن الهدف بس يدخلوا السماء تتغفر خطيتهم زي اللص اليمين. أيوة بس دي بداية لنتقدم للكمال تركين البداية، دي بداية. للأسف لا، ضاعت منهم فهم إن في طريق يوصل لتلك الصورة عينها قامت من المسيح القداسة اللي بدونها، في نمو في القامة والحكمة والنعمة زي الطفل اللي كل يوم بيتوسخ أمه بتغسله، لما أمه غسلته هو ما بقاش راجل كامل، ده في نمو. ففي ناس مش فاهمة الحتة دي، قالت لا المسيح مات عني. أيوة وهيموت عني كل يوم، أيوة عن كل خطية ما اختلفناش، لكن يموت عني عن كل خطية عشان أقف مكاني؟ في ناس مش فاهمة الحتة دي، قالت لا المسيح مات عني. أيوة وهيموت عني كل يوم، أيوة عن كل خطية ما اختلفناش،
لكن يموت عني عن كل خطايا عشان اقف مكاني، لكن يموت عني عن كل خطايا عشان اقف مكاني، لكن يموت عني عن كل خطايا عشان اقف مكاني. ففي ناس كل تفكيرها اهو تتغفر خطيتها عشان ما اروحش الجحيم، زي ما جدي لما قال لي كده كان كل هدفي ان تتغفر خطيتي وما اروحش الجحيم، لان هدفي ما اروحش الجحيم. ايه ده؟ فين النور؟ فين الصوره؟ فين الهدف؟ الله خلق الانسان عشان يبقى بلا خطيه؟ طب ادم ما كانش بلا خطيه، هل كده محقق الهدف؟ ايه ده؟ فين النور؟ فين الصوره؟ فين الهدف؟ الله خلق الانسان عشان يبقى بلا خطيه؟ طب ادم ما كانش بلا خطيه، هل كده محقق الهدف؟ ايه ده؟ فين النور؟ فين الصوره؟ فين الهدف؟ الله خلق الانسان عشان يبقى بلا خطيه؟ طب ادم ما كانش بلا خطيه، هل كده محقق الهدف؟ ادم لما كان بلا خطيه في البدايه هو مش محقق الهدف، كان صفر. ايوه كان اناء نقي جدا زي ما المسيح قال لي، يعني مولود من الماء. ادم ما كانش محتاج يتولد من الماء، كان محتاج يتولد من الروح. طبعا ناس كتير مش فاهمه الفرق بين الولاده من الماء والروح، اختلط الامر في امور كتير قوي. كان نقي قوي، مش محتاج تنقيه، هو نقي مش تحت ناموس، مش تحت عبوديه. القديس بولس عمال يصرخ بالويحة انا الشقي من ينقذني، هناك ناموس اخر في اعضائي وحرب، مش تحت. هو كان نقي حر، بس كان مطلوب منه بقى يتملي بالروح، يعني يولد بالروح، يعني يبتدي يتكلم مع الله، يتصل بالله، يبتدي يتملي، يبتدي يبقى في الروح، يسلك بالروح، يشبع. فهيبتدي الجسد يقلل زي المسيح قال، يقلل احتياجه يعني اعتماده على الجسد كحياة. ما هو قدامه يا إما يسلك بالروح يا إما يسلك بالجسد. حط النفس في الجسد مش عشان يستوطن في الجسد ويسلك حسب الجسد، لا، عشان يبقى فيه امتحان. فأدم كان بلا خطية بس مش محقق الهدف، فيدوبك أنا بقيت صفر، يعني واحد مسجون تحت الأرض وفي سجن كبير ومطلوب منه أن حد يدفع ديونه. جه واحد دفع ديونه، لما دفع ديونه هيطلع يبقى أمير ولا هيطلع يبقى صفر؟ صفر. طب هل أنا هدفي أبقى صفر؟ دفع ديوني وطلعني حر. أي بس دي درجة ما اختلفناش. دي مرحلة ده لازم في البداية. القديس بولس بيقول تركني البداية. دي بداية معموديات والتوبة من الأعمال، ماشي، وكل يوم أنا محتاج أتوب. أيوة أمه. بس في أتغير طبيعتي بقى، تغير خليقة جديدة كل يوم. دي شرط أخامي لشيء مهم، إنه الإنسان لازم يطلب من ربنا النور، لازم يطلب القداسة. لازم أنا بدي أتوجه ليسوع، أداوم بالكل. وهالشي منشوفه مثلا تريزا للطفل يسوع، من هي صغيرة كانت تحكي أنا أريد أن أصبح قديسة. أول اسم للمسيحية من أوائل الأسماء قديسين، لأن الله القدوس هو نبع القداسة. فأنا بدي أقترن مع الله وعندي هدف وخيار جذري في حياتي وبدي أوصل له. والوصول لربنا مش سهل. من أراد أن يتبعني فليذهب بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني. بوسط الصعوبات والألام بدي أطلع فقط ليسوع وأتوجه له. حلو البابا شنودة كمان اختارت الطريقة الطفولة الروحية، بينما البابا شنودة حكى لما يكون في عندك مشكلة ما تطلع وتحكي يا رب عندي مشكلة كبيرة، حط ربنا في الوسط ما بتبطل تشوف انت المشكلة. فبالفعل لازم حط الله في الوسط، ما بتعود تشوف المشكلة. فبالفعل أهل البابا شنودة حسن ما بعرف جزء كنت غلط. لا هو بيعرف هو قبط يعني كمان لم يعود توجد المشكلة. من ناحية لما الله خلق آدم وخلق برضه أو أنبت كل شجر الجنة حتى آدم يأكل، بالنهاية آدم أكل من شجرة معرفة الشر. فالسؤال، هل آدم في هذا الوقت كان يعني شبعان بالله؟ فأنا بعرف لو هو شبعان بالله كان ما راح يطلع حتى على شجر الجنة اللي الله خلقه حتى يأكل منه. حقيقة فممكن توضح هذا الأمر؟ ما هو من البداية في قبل الوصية دي كان في وصية في الأول برضو. أنا زمان ما كنتش عارف إن غير وصية واحدة. افلحوا الأرض وضع ليفلحها ويبذرها نعم وضع آدم في الجنة ليعملها ويحفظها. كان مفروض لو حب الله كان هيعملها ويهتم بيها.
يعني يبقى ممنون. لكن هو ما البداية ما كانش خاضع لي، فما كانش شبعان بروح الله، ولم يجد معين نظيره. لما شاف الحيوانات كل واحد اسمه لم يجد معين نظيره. ليه ما كانش الله معينه؟ ما كانش شبعان فيه، ما كانش هو كل حاجة في حياته. لا طبعا. ليه ما كانش الله معينه؟ ما كانش هو كل حاجة في حياته. لا طبعا. ليه ما كانش الله معينه؟ ما كانش هو كل حاجة في حياته. ما كانش يحكي معه، ما كانش يصلي، كان يبقى معينه. اها، كان ممكن معين. أما لنفسه فلم يجد معينا نظيره. اه، فأوقع الرب سباتا على آدم، مديله مطلق الحرية. جت حواء، عقله وقلبه بقى فيها، عملت له كده، أعطت رجلها الطريق اللي ربنا قال له هيموتك، خلاص بقي من غير عقل. فطبعا ما كانش تماما في شبع بالله، ولا حتى كمان كان في قرر ان هو يخضع ليه، لا هو مش عايز. فطبعا مديله مطلق الحرية، فقد كل شيء طبعا، غصن اتقطع وعينه اتفتحت، الجسد قام، الدنيا خربت خلاص. فهو مش مغفرش، زي السؤال اللي كنت بسأله لنفسي، ليه ربنا مغفرش لآدم؟ لا، الموضوع مش غفر له، المسيح قال الموضوع طبيعته اتغيرت، اتغيرت. وكمان كان رافض من البداية ان هو يعيش الهدف اللي انا خلقه عشانه، مش عايش ليا. يعني حتى لو ما اكلش من شجرة معرفة الشر، الامتحان ده اتعمل علشان يوري آدم نفسه، يكشف الله. الله عارف من البداية ان هو اصلا مش خاضع ليه، ده هو بيقول له انا هوريك نفسي. يثبت لآدم نفسه، يثبت لآدم، يثبت لإلك عشان يراعي مشاعره، مش يقول له اطلع برا، اطلع برا كده. يراعي مشاعره، لان كان الكتاب بيقول الصديق، طبعا الصديق يراعي نفسه، بهمته لازم اراعي مشاعره. بصي يا ابني هوريك نفسك في المرآية، شايف انت ما قطعتنيش؟ فما فتحش بقه، ومع كده برضه فتح بقه، قال له المرأة التي اعطيتها لي. طب ان كان المرأة التي اعطاها الله لآدم هي اللي كانت سبب او واحد من الاسباب في سقوط ادم، فليه الله خلق المرأة في الاصل؟ عشان يديله مطلق الحرية. هل الله كان عارف من الاصل؟ عارف طبعا، عارف. ودي المسيح مرة قال لي في رمز في رؤية، ان لو في ملك عنده ابن بيحبه جدا، وعارف ان في امرأة في المدينة لو ابنه ارتبط بيها هتكون سبب موته وهلاكه وتعاسته وطرده، هل دي تكون مشيئته؟ لا. بس هو كان مدي لآدم مطلق الحرية، فلما لقاه وأما لنفسه فلم يجد معين نظيره، جاب له حواء، فقال له اعمل اللي انت عايزه، مطلق الحرية. انت انا ما كنتش معينك، وقعدت فترة طويلة انا مش معينك ومش مصدر شبع، اتفضل. فحط عقله وقلبه برضه، ورى له نفسه ببرهان في البداية، جاب له حواء، خاضع عليها يعني بالتمام والكمال، نسي كلامه. تنويل مغناطيسي، أعطت رجلها. يعني كنت زمان كنت فاكر إن تكلمت مع رجلها وأقنعت رجلها، لكن لما دققت لا، مفيش اتكلمت، أعطت رجلها. فبيقول له شايف أنت، بيترهن إشارتها. فورى له نفسه بالتدريج. وبعد كده الشجرة طلعه خلاص، انت رفضت تعيش الحياة من أجل. فكل ده مدي مطلق الحرية لكل إنسان، لأن مش ممكن تكون دي مشيئة الله إن يخلق إنسان عشان يضطرد. لا، هو يتمنى كان يقعد معاه، بس ما يقدرش يجبره إن يحبه. أكيد هنا في نقطة كتير حلوة، إنه الإنسان يتميز عن باقي الكائنات في عدة أمور، من ضمنها العقل، الإرادة، الحرية. طبعا. فهنا إنه ربنا بده يحكي أنت يا الإنسان عندك عقل يميز ما بين الخير والشر، طبعاً. وعندك من الإرادة والحرية اختار، وهالاختيار كمان أعطاه مرة واحدة للشياطين. قديش ربنا مش ديكتاتوري، ولكن هو ديمقراطي طبعاً. وشعبي، يعني بينزل لمستوى الإنسان، بتحاور مع الإنسان وبعطيه إنه أنت في إلك إرادة، أنت شخص عندك كيان مهم. أكيد الأخاني عم بحكي عن موضوع الحرية طبعاً. الحرية موضوع كتير كتير مهم، بس ما نسي الفهم إنه أنا حر بسوي إيش بدي، ما في عندي حدود. لا، الحرية في محبة الله، حدود المحبة. المحبة حساسة جدا، ينفعش أنا واحدة تبقى شايفة واحد في الشارع تقول له تعالى اتجوزني، إيه ده كلام، تعالى حبني. وما ينفعش واحد عجبه واحد برضو صديق يقول له تعالى حبني. المحبة لازم واحد يكون مقتنع
وشاف ان الشخص ده يستحق المحبة شيء تيجي بكامل الرغبة والإرادة وحساسة قوي. فطبعا الله ما يقدرش يجبر آدم ان يحبه، فهو محبوش، من يحبني يحفظ وصاياي. يسوع الحلو انه بعطينا مش مجرد انه محاضرة او اقوال او تعاليم او امثال، ولكن بعطينا اشي واقعي عن محبته، بعطينا الفداء على خط الصليب. ما في محبة، دايما نسأل الطفل قديش انت بتحب الماما، بيحكي هيك البابا يعني أكتر 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 من هيك، قد المحيط وسمكاته مرات. يسوع هيك مرات نطلع عليه بنظرة طفولية قديش بيحبنا لهالدرجة هاي، إنه قدم لنا ذاته على خشبة الصليب وبيحكي لي إنه شوف قديش بحبك لما أطلع عليه، وبطلب مني إنه أبادل هالمحبة وما أتركه أبادله زي ما تركه كثيرين. ما أخلي يسوع مكروه، ولكن أنا قدرته. يسوع يسوع عشاء سري نقدر نحكي. لو أنا قدرت بس المحبة، مش كل الناس قدرتها. حتى المسيح قال إن الفرق بين أقدس قديس في التاريخ هو أشار إن أقدس قديس هو أكثر واحد قدرني، عشان كده ترك من أجلي وضحى وساب وصام وتعب. قدر اللي بيخلي الناس ترضى تشتغل كل يوم 12 ساعة 10 ساعات وتستحمل حر وبرد، مقدرة قيمة المال. طب ما طب والله، فهي عملية تقدير، وحسب تقدير الإنسان للشيء هيتعب من أجله. يختار 5 دقائق بس وسط هالروتين القاتل اليوم ويدخل لعمق مخدعنا ويترك كل شيء ويفكر فقط في يسوع النور. يسوع بيستاهل 5 دقائق بالباص في الحياة. أنا هيك كمان تعبان وبدي أغمض عيوني، بس أغمض عيوني وأفكر في يسوع أحسن من أغمض عيوني وأفكر في مشاكل العالم وإيش بدي أسوي وإيش الأغراض اللي بدي أجيبها للبيت وإيش وإيش. كل واحد منا بجوز أطفي هالتلفزيون 5 دقائق، تعال اقرأ مع أهل البيت شوية من هالكتاب المقدس، اطلع من هالروتين القاتل. يعني بجوز هالإرادة والحرية اللي ربنا بعطينا إياها حتى إنه إحنا نعمل خير قد ما بنقدر حتى نحبه أكثر. إن شاء الله ربنا يقدرنا، كلنا بحاجة إلى هالشيء لأنه عالم العولمة اليوم عم يخنقنا وعم يكفر تبعد عن الله. صح. في كمان سؤال هني، لما الله طلب من إبراهيم إنه يقدم إسحاق، فممكن نحكي بهذا الموضوع، وليش الله طلب من إبراهيم يقدم إسحاق؟ إيش الهدف؟ وين رحمة الله؟ ممكن الناس تسأل وين رحمة الله في هذا الطلب؟ وين عدالته؟ إبراهيم حب إسحاق قوي وتعلق بيه جدا. واو. وكان منتظره، فقال له لازم، يعني قبل ما أقول إبراهيم أقول موسى ربنا وعده أنه يدخل أرض الموعد، بس صارت أرض الموعد هدف. فزي طفل عايز أدخل، فقال له لا مش هتدخل. طب ليه؟ 40 سنة بكل أمانة مشيت معاك يا رب. قال له لأنه صارت هدف فمش هتدخل، لأن المفروض أنا كل قلبك كنت أحبني من كل القلب وكل الفكر ومن كل النفس، فإزاي يبقى ليك هدف تاني غيري؟ أنت معايا، يعوزك شيء مش عايزني أعاتبك؟ أنت معايا، المفروض تعرف الهدف إن أنا مفروض تبقى معايا، لا يعوزني شيء، لا يعوزك شيء، أنت فيا، أنت معايا بكلمك، خلاص ميبقاش فيك هدف تاني. فإبراهيم حب إسحاق أو انتظر، وبسبب الابن قبل المشورة بتاعت سارة يتجوز الجارية هاجر. طب أنت فين التسليم؟ فهو بسبب الشيء ساعات الإنسان بيحيد شوية عن الهدف بسبب تنفيذ هدف تاني مفروض يكون. فربنا بيدربه على أنه يبقى أنا الهدف الوحيد. إبراهيم حقيقي كان بيحب ربنا جدا جدا جدا، وموسى
ما فيش لم يقم نبيا مثل موسى، بس كان ربنا عايزه يبقى كامل، ربنا دايما بيبتغي الكمال. فموسى ما حبش ربنا كمال المحبة، في صار غرض تاني ومرأة كوشية فإبراهيم برضو قلبه اتعلق بحاجة تانية، فقالوا لا طالما اتعلق بحاجة تانية موقف صعب جدا جدا. بس الكتاب بيقول ان بالإيمان هو عارف ان هو طالما وعده ربنا هيجي هيقوم تاني. العبرانيين آمن انه لو قتل لي يا الله ممكن ان يحيي الموتى. ما اختبر يعني اختبر ابراهيم حب موسى، لا ابراهيم اسحاق كثير نقص محبته لله. من احب امه واباه اكثر مني فلا يستحقني. مش كده وبس، ده غير الموقف بتاع ابراهيم، ده من اهم المواقف في الكتاب المقدس. الله بيقول لنا على الهدف، بيقول لنا على لب الموضوع نفسه، الهدف بكل أعماقه، يعني العرض والطول والعمق، العلو، إيه هو العلو؟ إيه هو عمق الأعماق؟ أنا عايز ربنا يقول لنا إن حتى كل القلب وكل الفكر وكل النفس ليه هو. طيب واحد حب ابنه حتى بنسبة أي نسبة 5%، إذن القلب مش كله لله، إذن ما تحققش الهدف. فربنا كان عايز يقول لإبراهيم، مش عايز يقول لإبراهيم وبس، عايز يقول لنا احنا ان كده مش هو ده الهدف، ان عقلي اتعلق بشيء زي موسى اتعلق بالارض، ولو حتى تعلق 1%، ده للناس اللي عايزه الكمال، كمال الامتلاء من الله من كل القلب وكل الفكر وكل واحد. طبعا الله مش هيجبره ان يحبه من كل القلب، الله مش هيجبر الانسان يحبه كمال المحبه، بس ده قايله للناس اللي عايزه توصل للهدف، ان اي شيء قلب اتعلق بيه باي نسبه أدبحه. يعني طبعا الموقف صعب، بس الغلطة مش غلطة الله، غلطة إبراهيم. ليه ما فهمش من البداية كده؟ طب ربنا كان بيكلمه فترة طويلة، طول الفترة دي ويتجوز هاجر ويغلط ويجي إسماعيل وقلبه يوجعه وهو بيطرد هاجر، طب ليه كل ده؟ طب ما تفهم من الأول من البداية. عشان كده النور هو الأساس اللي يمشي صح وما يتعطلش، لو النور قوي جدا من البداية الإنسان هيعرف يحط الأساس، النور هو الأساس، وبناء على أن في أساس قوي جدا جدا هيتبني البرج عالي جدا. ده الفرق بين درجات القديسين في السماء. ما هو إيه معيار ومقياس اختلاف درجات القديسين في السماء؟ اللي هو الأساس الصح القوي جدا اللي هو النور، اللي هو أعرف أن مفروض ربنا خلقني ليه، دعوتك باسمك أنت ليه. إبراهيم ما كانش ليه، كان ليه بس مش 100%، الله خلقنا عشان نبقى 100% ليه. وطبعا ما فيش عذر الواحد ما فهمش الهدف ده، انه حب ابا واما اكثر مني لا يستحقني، دي درجه، لا ده كمان مفروض انا كل القلب. يعني ابراهيم راح مع اسحاق قلبه شويه نعم يا رب وضعت وما هيك كان انا ابني لك يا رب، انا عندي ثقه فيك وانت نبع العطايا، وربنا زي ما حكى الأخ هاني لازم ندق على الباب حتى ربنا يعطي. هي عرفت الدق منيح ولحت، ربنا أعطى كتير عن بعد. صدقني يا أبونا طبعا غير التسجيل، أنه الأخ هاني يعني أنا أبونا فرانسوا وكتير صرنا قاعدين معاه، يعني ربنا منعم عليه هذا الإنسان بالانخطاف اللي صار معه. حلو انه تعرف حياته، بحكي من الكتاب المقدس اشياء هائله صدقني، يعني 18 سنة كيف صام، لو تشوف شو باكل كل يوم الصبح شكله خبزه وتمره وبالليل خبزه، عايش هيك روحاني بشكل يعني انت سجديد. اما حلو تتعرف عليه وممكن تعمل لقاء للطائفه عندك، عندنا صرنا عاملين مرتين ويمكن نعمل كمان مرة وثالثة. مش روحاني، هو الطريق، هو الطريق يعني عم يمشي الطريق، عم يمشي يعني يمشي لمعرفة البعض، بحط عليه بصد هيك، بس الأخ بحكي من الكتاب المقدس، يعني مش عم بيجيب لنا أشياء من هونولولو، من هونولولو. ليه ما نقبل الكتاب المقدس؟ احنا صرنا عاملين اجتماعين، يعني مثلا أنا سألته عن الإبن، عن اتخذوا لكم أصدقاء بمال الظلمة، كده مثل صعب، كيف فسر لي تشهر يعني عشان يفهموا لي أشهر يعني عشان أفهم. أنا مرة سألت قسيس قال لي أصعب سؤال تسألني، وبالفعل إنه موضوع اتخذوا لكم أصدقاء بمال الظلمة مثل صعب، وانت بتعرف ككاهن وأكيد مش صعب عليك ولا عبنا فانسوها، بس إحنا كمؤمنين نستوعب ومش يغين.
الأخ بفسر وتفسير يعني. اللي أنا بقول لا هان الجسد هذا المتكلم الروح يهود الروح. ونحن نتحدث بلسان الله. يعني بكرة هو عامل لقاء عند أبونا السدرات بالكنيسة القبطية كمان. كان عندي في البيت وكان عندنا كمان أبونا الأقباط. حتى أنا ما بديش أحكي قدامه خور الأقباط بقول لي أنا خايف خايف يكون من هيك سلام طلع الشيعة أو الشيعة. هيك لما طلع بقول لي ده هائل ده هائل وصار يقعد معه عدة مرات يعني أنا وأبونا فنسوه. سعادي كمان لقاء عند بحيفة بثلاثين الشهر عند أبونا اللبناني شو اسمه عبده كل سبطنا معه إذا عندك بالكنيسة تعمل لك اجتماع مع يعني هو مش حيكون فترة طويلة بحكي مع أبونا مثلا المسؤول هناك مثلا بالأردن أنا بالأردن حاليا إنه نعمل في كنائسنا. أنا ما راح أطلب علواء علواء أبونا أرجع أنا لازم أعدى على الأردن لازم بالنادي نادي العائلة النادي اللاتين في الناصر يا ريت يعني الأخ عم بحكي من الكتاب المقدس في ناس عم ترفض مش عارف ليه ممكن نحكي مع المدير تبع النادي لأن المسيح علمني الطريق الموت اللي يؤدي للقيام والموت طريق الموت يؤدي طريق القرب والموت مش كل الناس تقبله مش كل الناس تقبله ليه أموت أموت عن العالم وأموت الجسد عشان روح تقوم مش كل الناس تقبل الكلام ده ليه رفضوا المسيح كلامه صعب ناس بدها قيامة بدون جلجل من غير تعب إنسان يعني مش أنا بمدح فيه ببشر بدون مقابل مجانا أخذتهم مجانا نعته أجا من مصر راح السويد راح ألمانيا جاء إسرائيل بفر من محل لمحل يعني بحكي لي مرات بيكون يوعظ بكنيسة مع مدنية أو كنيسة إنجيلية بيجي بحطوا له ظرف ما بيقبل ياخذ مش حكايات بقبل إيه ده جبت لك يعني اشتريت لك خبزي اشتريت لك إيه مش فاهم كيف المسيح ظهر له كيف يعني حلو هاي تشوف هالقصص الحلوة أي إنسان مهما كان ما هو في الآباء القديسين القديس فرانسيس العزيز أي إنسان استنار هيمشي نفس الطريق اللي مشي فيه المسيح هو الطريق هو الطريق بس مش كل الناس قبلها لأنها في البداية ما دقتش ما احنا كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تيجي أي إنسان ما دقش المسيح مش الطريق صعب ما ينفعش مستحيل ما ينفعش أقبل أترك ليه إلا لو دقت ليه السامرية تترك ست رجالة لا شافت حاجة تانية فالناس ما عبرتش المسيح قال لي على الخطوة دي تدوق فما دقتش وما اختنتش فمش هين عليها حتى تصوم حتى الصيام تغيير طعام بس المادة بس بتتغير مش صلب الجسد على الأهواء والشهوات المسيح قال لي وجودي أنا في البرية ما حدش بيتأمل في الموضوع ده تعمدت طلعت البرية ما حدش بيرضى يفكر في الموضوع ده 40 يوم وصام وقال ليس بالخبز واحد يعني الموضوع مرفوض من الناس لا عيون ولا تبصر قدام ولا يسمعون أيوة. كم يوم باخر يعني هنا في البلد أبونا سمعت ضالي لك جمعة زمان؟ أقل شوي رح نعمل كمان اجتماع احنا شرفني هلأ نحن بكرة عنا مرة تانية طبعا بس انت احنا فكر انه لازم نترك أبونا لأنه عنده ضيف وبيتريح ونعمل معه لقاء تاني 23 خانم حابب هيك نسأل في إشكالية على تمثيل أو أشكال معينة في الكنيسة في البيوت في بيوت الأشخاص بيدعوا إنه إحنا نكون كتابيين فأنا بمسك التمثال وأنا بكسر لأي قدس إن كان أو إن كانت صورة أو ما يعني أو ما يعني ما إلى ذلك فهل الفيصل هو في تكسير التمثال هل هذه العبادة الحقيقية إن أنا أبطل أو ألغي تمثال معين حتى عبادة تكون لله ولا العبادة أعمق من هيك ممكن كمان نفوت في سؤال آخر ما هي العبادة اللي الكتاب برضو بيتكلم عليها كثير كيف أعبد الله كيف أعرف إنه أنا بعبد الله عبادة صحيحة هل مجرد إني أنا استنرت وعرفت إنه مش السر في التمثال لكن السر في الله إني أكسر التمثال وأدور على البيوت في كل الأماكن وأقول نكسر التمثال ولا في الطريق الأخرى العبادة في
الآية بتاعت رومية 6، أنتم عبيد للذي تطيعون، أنتم عبيد للذي تطيعون. الشيء اللي بطيعه، الكتاب بيقول في غلاطيا صرتم عبيد لإله ليس بالطبيعة إله. آدم لما أطاع حواء هو عمل تمثال؟ أطاعه. هو لما عبد كيان آخر عمل تمثال؟ لا، عبد إله آخر بإطاعته لحواء، وحواء بإطاعتها للحية. دي عبادة. ابتدينا إن آدم ما عملش تمثال لكن أطاع حواء فعبد حواء. حواء أطاعت الحية، هي عبدت. أنتم عبيد للذي تطيعونه. سجاير، أكل شهي العالم، دي كلها عبادات. أنا ما عملتش تمثيل، يعني لهم بطنهم ومجدهم في خزيهم. لما الناس اللي كلها أغلبية العالم عايش لبطنه، هو عمل تمثال؟ هي العبادة شكلا ولا موضوعا؟ ده لأن الناس مش بتعبد، مش بتعبد حقيقي الله جوهريا، فبتضطر تثبت للناس إن هي يعني داخلين في العمق، يعني يبقوا متمسكين ومتزمتين. زي حكاية السبت، انت ما عملتش كده، غسل الأباريق، من كتر ان هم مش ماشيين الطريق، فعايزين يبرهنوا ان هم ماشيين الطريق، يتكلموا عن الامور دي. القشور، التمثال ومش تمثال، هي دي العبادة؟ هي دي العبادة؟ وانا بعبد التمثال نفسه او الصورة؟ طبعا احنا بنحط صورة والدي ووالدتي، صورة ده. في واحد برضو كان بيقول لي الكلام ده، وحاطط صورة الفرح بتاعته. بقول له طب ما انت حاطط صورة الفرح بتاعتك ليه؟ وحاطط صورة والدتك ليه؟ قال لي دي والدتي. طب هل انت بتعبدها؟ لا. ايه ده؟ اكرمها، احبها، اتذكرها. اتذكرها ومرات بوسه بالله يا ماما كتر خيرك، او لو اود انه تكون قريبي حتى الا ذكرتك يا ماما، انت حملتيني وربيتيني وإلك افضل عليا كثير. خالي مش شكلا بتقطع عليك قبل ما تفوت انت بالاعمق. لما كانت الديانه، كانت الامبراطوريه الرومانيه، وكانوا يعبدوا آلهة. كانوا تيبسطوا بين الآلهة، مثلا إذا نقول إزيس أو إشي، يجيبوا تمثال زي صورة المسيح، إنه هذا محل هذا. يعني كان في شوي أبونا عند الوثنيين آلهة. كان صعب إنه يلغوا هاي التماثيل مرة واحدة، بس الكنيسة فسرتها بشكل إنه للهدف، ليسوع المسيح نفسه مش للتمثال، أو للعذراء نفسها مش للتمثال. بس كانت إنه في أخذوا من الوثنيين بعض الحالات اللي هي تقرب للمسيحيين، تكون زي صورة إيضاح أكتر من أي إله وثني. في شيء غريب إنه بالعهد القديم ربنا هو اللي بأمر بصنع تمثال، أصنع، وبيكون أداة ووسيلة لشفاءات الحية النحاسية. أصنع حية وضعها على سارية، وكل من كل لديغ نظر إليها يبقى على قيد الحياة. يرمز للمسيح. طبعا يرمز للمسيح. وفي الفلك أصنع الفلك يا نوح، وأصنع كروبيم مثل ما قلت أخاني. أيوة. كمان وكيف الشروبين وكذا، وخاطبكم. إذا في أشياء مش إنه ما تأكل ما تشرب وإلا كل. سألوا يسوع كمان على الجزية، أي حلة الجزية أعطمة لله لله، وقال له لمن هذه الكلمات ولمن هذه الصورة، الأحرف والصورة، أعطمة لله لله وما لقصر. لو ربنا ما بده إنه يكون في هناك مجسمات، كان ما كون هالإنسان ونفخه وكون ثلاثة أبعاد، خلانا بهالأبعاد هاي. كان بالأصل ما أعطناش عيون حتى نشوف الصورة اللي أمامنا. بس أبونا إحنا بنرجع إنه لا تصنع لك تمثالا لألا تعبدهما ولألا تسجد لهما. نحن ما بنعبد صورة أو خليقة، ولكن نحن بنعبد الله. بس زي ما هي الآية بتقول لا تصنع لكم تمثال، ما هي مش دي الآية الوحيدة اللي في الكتاب المقدس. الفكرة بتاع الشيطان لما جاي يحارب المسيح ويجربه، قال له مكتوب. المسيح قال له ماشي، ما هو مكتوب أيضا، فهو مكتوب لا تصنع لكم تمثال. صح زي ما أبونا قال، طب ليه ربنا طلب من موسى يعمل الحية النحاسية؟ فهو مكتوب أيضا طلب من موسى يعمل الحية النحاسية. فهو ومكتوب أيضا تابوت العهد كان فيه كروبيم ويكلم موسى، ليه طلب منهم يعمل كروب؟ لا، ما هو مكتوب أيضا. مكتوب أيضا خيمة الاجتماع والستائر والحلقات، ومكتوب أيضا حاجات كثيرة.
فالقضية مش إنه مكتوب، الموضوع مش في الآية، الموضوع أنا فكري فين وقلبي فين. ما أنا ممكن أقصر كل تماثيل العالم، لكن هل بعبد الله؟ لا، وجايب كل المشتهيات وما بصومش وأنا مش حاطط تماثيل. أيوة، ما أنت بتعبد كرشك بطنك. العكس بالعكس كمان ممكن، العكس بالعكس وبعبدش الله نفس الشيء طبعا. وداعش هلا دلوقتي ما دخلناش بالسياسة، عم يدمروا الحضارات، يدمروا الحضارات. هل أذكياء حضارات اللي عمرها آلاف السنين يلي نحن نتبارك منها من حضاراتها ملعك. كمان أبونا عقلية يهودية، كمان عقلية يهودية، عملية إنه ما تمثل أنت جسم الإنسان أو الكروبيم أو حتى ملعك، يعني كمان أنت ممنوع حتى ترسم صورة إنسان. طيب بس الحرف اللي بنرسمه هو رسم كذا، ما بدنا نكون متحجرين جدا. لا طبعا، هذا من جوا، أنا من جوايا هل فعلا قررت أن يكون الله إلهي؟ لو أنا قررته بالنور ودقته الأمور هتختلف، الموضوع مش هيبقى في تمثال ولا مفيش تمثال، في حي ولا حسير ولا مفيش. خلاص لما هبتدي أتبع الراعي هبتدي هو دي العبادة الحقيقية، صح، والعبادة الحقيقية هتحررني. هي دي النقطة الجوهرية للمسيح علمها لي، من كل عبادات جوايا الموضوع جوهري، عبادة حقيقية، أنتم عبيد. يعني مرة شفت سيد المسيح لما كنت مرة بتمشى في صحراء كتب الآية دي على السحاب بالنار، بقول إيه الآية دي؟ قال لي دي مش الآية، دي قاعدة الطريق. أنت عبد للشيء اللي بتطيعه، أنت عبد؟ عبد للشيء اللي بتطيعه، أنتم عبيد للذي تطيعونه، أنتم عبيد للذي تطيعونه. أنا بطيع كل حاجة جوايا، الإنسان العطيق، الناموس الآخر، الغريزة، الشهوات، أنا عبد. الموضوع مش تمثال ولا غير تمثال. أبونا ذخائر القديسين وكانوا كان في حرب وكان في واحد ميت لما حطوه في قبر أليشع، لما جسمه لما أليشع قام من الأموات. ذخائر القديسين، جسد القديس أليشع أقام إنسان ميت، هو جسمانه وما كانش قصدهم بالغلط. فتحوا عرفوا انه قلي شعب. سلم تمك. فالعباده هي يعني من جوه، العباده هي نيتي انا عايز اعبد مين، مش في الشيء المادي. نيتي انا من جوه قررت اعبد مين. ياما ناس، قصص كتير في الكتاب المقدس، داود لما قام من فراشه ما هو عبد في الوقت ده جسده، شهواته. فالموضوع مش موضوع، أنا هقول بأعمال الرسل في حاجات أصعب أقوى. كان خيال مار بطرس يشفي، المسيح خياله ما كان يشفي، بأعمال الرسل كان يحطون المرضى ومجرد خيال مار بطرس. وإيش كمان حاجة تانية بأعمال الرسل؟ الأشياء التي كان يلمسها، المآزر وكذا، كانت تطرد الشياطين وتشفي المرضى. تعملون الأعمال التي أعملها أنا، لبل تعملون أعظم منها، مآزر أو مناديل أو أي حاجات لمسها مار بطرس. مش عبادة مار بولس، يعني أعلى من أنه مش بس يعني نلمسك يا مار بطرس، الأشياء يا بولس، حتى المآزر والمناديل التي كان يلمسها مار بولس يأخذونها للمرضى. أبدا أكثر من أنه أنا عندي سؤال تاني، ويقول أنه مش العبادة الحقيقية أنه أوقف قدام تمثال أو وضع تمثال أو صورة في البيت عشان أعبدها. خلينا نفترض أنه هذا صحيح. نفترض هل إن أنا أحطم تمثال أو أمزع صورة، هل هذا إثبات العبادة الجوانية؟ هذا سؤال أبونا، مش ما بدي أثبت الآن إنه الصورة إلى قيمة أو التمثال. هل أنا لما قصرت فعلا هذا سؤال أخر. وهل لما ألغيته من كل الكنائس هل كده أنا لغيت العبادة؟ لا، عبادة بس كمان هل في أم تيجي بتمزع صورة ابنها؟ هذا أنا سؤالي هذا أبونا، إنه هل إذا أنا مزعت الصورة هل أنا خلصت من كل، خلصت من العبودية؟ هي العبودية نية في الإنسان إنه عايز يطيع إله تاني غير الله بس. والعبادة الحقيقية، العبادة الحقيقية الله، الذين يسجدون له فبالروح والحق. فهي لو واحد ماشي في الروح هتكون في عبادة للمسيح الروح والحق، ومفيش مكان، والموضوع لا زمان ولا مكان. الفكرة اللي كانت عند السامرية،
لما قلت له أبائنا سجدوا في هذا المكان وأنتم تقولون لا يا امرأة صدقيني لا هنا ولا هنا أنتم تسجدون لما لستم تعلمون. العبارة دي تنطبق على ناس كتير إنهم بيسجدوا ومش عارفين بيسجدوا لمين. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون ما لا يعلم لأنه مش منقاد بالروح. فالفيصل قيادة الروح مش الفيصل فيه تمثال ولا ما فيش تمثال ولا فيه صورة ولا ما فيش صورة. أنا من جوه الله ابتدي سكنته دخلته وفتحت له قال الله ليكن نور فدخل نور ابتدى يقودني ولا لا. بس ما انا ممكن اشيل التماثيل هو بشيل التماثيل واقعد اعبد بطني بكل ما تشتهي نفسي جمالي اموالي صحتي اكلي شربي آلهة ليس بالطبيعه آلهة كتير آلهة آلهات هو ده هو الفيصل جوهري مش شكلي. يعني احنا عمال بنوقف ضد الماده اللي ربنا اوجدها وسيله. لو دخل النور كل شيء منظوره ومقياسه ومعاييره بنفس الجسد ده طبعا ممكن يسكن فيه روح الله فانقاد بروح الله بنفس الجسد زي المسيح بنفس الجسد قاعد في البرية 40 يوم وصام لكن هو نفس الجسد بس لما ينقاد بالروح. لكن لو من غير قيادة روح ما فيش حد أصلا لا هيشوف الصح ولا هيعمل الصح. لكن لو الروح شبعت زي ما المسيح قال لي إن الروح هي الكيان الأساسي في الإنسان لو شبع مني لو اتملى مني كل حاجة أولا هيحصل شبع جوه الإنسان كل حاجة هتتغير. اللي كنت بيشتهيه خلاص هتقل شهوته لي اللي كنت أنا جعان ليه ومحتاجه هتقل الاحتياج لأن حل محله شبع روحي. دي اللي ناس كتير مش فهماها ودي البداية لأن ما خططش الخطوة دي شايفة أن الطريق صعب شايفة أن الصيام صعب وجود المسيح في البرية دي حاجة أسطورية ليا وموسى دي حاجات مش ممكن تصدق لأنه بيتكلموا بمقياس لسه قبل ما يدوه قبل ما يدخل روح الله قبل ما يقودهم قبل ما يختبروا قيادة الروح. لكن طبعا أول ما بتدي يقود الله روح الإنسان هيعرف إيه هي العبادة الحقيقية وهو قيادة الروح الله وانقيادي أنا ليه هبتدي أشبع كل شوية الطبيعة الجديدة القديم بيفنى والداخل بيتجدد يوم بعد يوم كل شيء بيتغير. بس يبتدي الإنسان البداية الصح يصرخ يقول له يا رب تعالى اسكن ونور ودوقني كل حاجة هتتغير. السعادة في العطاء لا في الأخذ. ربنا هو المبادر الأول في العطاء وبعلمنا أنه إحنا نعطي ولما نصير على مثاله تغمرنا سعادة روحية وفرح صح. نعم. إيش كمان إيش سؤالك يا شادي؟ سؤالي نتحدث شوي عن التناول في الكنيسة. إيش هو التناول؟ تعريف التناول في ضوء الاستنارة أو بالنور بتاع المسيح هل هو مجرد أنا بتناول أنا بشبع وهل عايش حياة الشبع ولا لا؟ المسيح حتى قال لي كلام كتير عن موضوع التناول الفرق بين خروف الفصح والمن وفي ناس كتير ما مش فاهمين الفرق بينهم. ده المسيح بيقول أنا هو المن النازل من السماء ليه ما قالش أنا هو خروف الفصح؟ وهو البداية وقال لي اللي يتعمد بيتناول كحياة اللي قال لي البذرة مش هينفع أصلا تبقى شجرة إلا بشروط. السيد المسيح قال لي إنك طول حياتك أنت كنت بذرة كنت في الكنيسة كنيسة فيها شلال تسبحة وقدسات وأنا أطفال بس بقول له طب ليه ما تغيرتش؟ قال لي البذرة تحت شلال المية عمرها ما هتبقى شجرة. أنا قلت إن في شروط إن لازم تدفن وتموت لأن الفيصل مش إنك رحت للكنيسة ووصلت لغاية نبع المية. الفيصل إزاي تستفاد من نبع المية؟ كل الناس بتتناول كل يوم اللي في الكنائس سواء خدام أو رهبان كل الناس الشباب كتير بيروحوا بتعمدوا وبيتناولوا. السؤال ليه ما بقوش قديسين؟ اذا في حاجات ما عرفوا ما مش ماشيين صح ما مشوش الطريق. فالموضوع مش هو ان بذره تبقى جوه شلال الميه. البذره هي نفسها لازم تموت. الموت زي ما في روميا 6 دفننا معه المعموديه كحياه. حتى كل الاباء القديسين عندنا في مصر قالوا ان كل يوم ببكي كل يوم بتوب كل يوم انا دي معموديه حياه دفننا معه حتى كما أقيم المسيح. يعني طول حياتي أنا عمال أجاهد حياة الموت عن شهوات الجسد والعالم بدفن وفي الآخر في قيامة. البذرة أول ما تدفن تمامت شروط يعني كده
بتدفن وبموت مع المسيح معمودية وحياة. أول ما أتعمد كحياة أمارس يعني أعيش حياة الموت والدفن اللي هي المعمودية كحياة، هقدر أتصل بمصدر الحياة بتاعت المية، وهذا أول شبع حصل فيه ارتواء في حياتي. لكن لو أنا ما اتدفنتش حتى لو جوه شلال المية زي كل الناس بتتناول، بس ليه ما بقوش قديسين بعد 20-30-40-50-60 سنة؟ عمر ده كان كافي جدا تظهر حياة يسوع. بس تظهر حياة يسوع فين؟ في جسدنا المائت، ونحن الأحياء نسلم دائما للموت لتظهر. فمش كل الناس ماتوا عن شهوات الجسد والعالم فما توفرتش شروط. فالمعمودية قال لي شبع. فبني إسرائيل وهم في أرض مصر ما ينفعش يتناولوا يعني يأكلوا المن يعني الشبع اللي نازل من السماء إلا لو سابوا مصر. طب خروف الفصح، قال لي في ناس بيأخلوا خروف الفصح، ده واحد أهو بهدفه تتغفر خطيته بس قاعد لسه في أرض مصر، الحياة ما تغيرتش، لسه قاعد في أرض مصر قدور اللحم التلفزيون والنت وكل حاجة عبودية، عايش حياة عبودية. ولما يجي يوم الحد أنا عملت كده يا أبونا وأطلب من ربنا غفران، بأكل خروف الفصح بس أنا قاعد في مصر، ربنا مش عايزني أكل خروف الفصح، عايزني أكل المن. ما قالش ليه، عشان كده ما قالش ليه أنا الخروف، قال أنا المن النازل من السماء. الخروف ما جاش من السماء. أعماق كتيرة أنا زمان ما كنتش فاهم الأمور دي كتيرة، ده ياما قعد شهور يفهمني الفرق بين الخروف والمن. إن طول ما أنا لسه في حياتي القديمة ما تغيرتش، ما فهمتش إن أنا لازم أتخطب للعريس زي أي بنت قاعدة مع أهلها، ما فيش حاجة اسمها ترتبط بعريسها وهي قاعدة مع أهلها. لا، قرري عايزة ترتبط بالعريس بأهلك، في عريس أتجوزه وأنا في البيت؟ ما ينفعش تتجوزي وانت في البيت من ازاي يعني؟ لازم تروحي تسيبي اهلك، تقرري تسيبي مصر عشان ترتبطي بالعريس. لكن انا في مصر يعني انا في ارض عبوديه، ازاي في العبوديه وانا في عبوديه العالم وانخدع ان انا في عبوديه الله؟ ازاي دي؟ شتان ما بين النور والظلام. يجي واحد يقول لا ما انا في مصر وكلت الخروف، وربنا مش عايزك، مش عايزك تاكل الخروف، عايزك تاكل المن. أنا المن النازل من السماء مش أنا الخروف. الخروف معناها الباس أوفر يعني الفصح، يعني بعبر، يعني هو زي قوة الدفع البدائية لي عشان أصعد، باس أوفر خروف فصح يعني العبور. ده أنا بشجعك في البداية عشان تطلع مش عشان تظل قاعد في مكانك. ماشي هغفر خطيتك وهنقيك واغسلك، بس مش عشان تقعد مكانك وتعبد تعبد 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 وقت تاني واعبد اعبد وقت تاني ومستمرة في العالم وبروح الكنيسة بتناء وباخد جسد المسيح وبعدين بس ومات في الاخر وانتهت حياته. ايه ده؟ فين القداسة؟ ما انا بعترف بخطيئة. كانت غفران خطايا اللي كانت ذبيحة خطية او ذبيحة، بس ما ذبيحة محرقة، مش عايش ما طلعش زي يوحنا عدن عايش حياة من أجل الله. فهو ما يقدرش يقول يا حياة هي المسيح لأنه في أرض مصر لسه قاعد في أرض عبودية وقابل العبودية مرة في الطين والوحل. فما ينفعش عبادة حقيقية وأنا لسه قاعد في مصر هظل أكل خروف الفصح أو ربنا مش عايزني أكل خروف الفصح. فعشان أشبع حقيقي التناول يعني حياة شبع، حياة ما فيش غصن يجي في الكرمة يقول لها في الساعة دي أنا هاجي هلتصق بك، ده هو عايز على طول شبع. البذرة ما ينفعش تدفن وتطلع، تدفن وتطلع، لازم تقرر هي عايزة ايه، يا تحيا بالعالم يا تحيا بالمسيح. فلو قررت تحيا بالمسيح يعني تسيب مصر وتدفن وتموت عن مصر وتموت عن كل شيء، قررت كده هتبتدي حياة الشبع بقى. مش ان اظن ان انا كلت خروف الفصح، ان كلت خروف الفصح ربنا غفر خطيتي صحية، بس انا مش شبعان بيه. والدليل ان برجع تاني عايز من العالم، باخد من العالم، لسه جعان 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 مش بعتش. فجسد المسيح بالنسبة لي بس يدوبك يشيل السلبيات، هو مش عايز كده. نقطة الناس كتير مش فاهمها، هو عايزني أشبع بأن الخبز ليس كما أكل أباكم المن في البرية وماتوا. مش عايزكم تمارسوا طقس وانتوا عايشين حياة مش فيش شبع. الكارثة بقى مش اللي قاعد في مصر وبس، في كارثة أكتر. مش إن في، لا، في ناس طلعت من مصر بس طلعت شكلاً. بني إسرائيل طلعوا بس طلعوا بجسمهم شكلا، زي ناس ده واحد راح دير واحد راح مقر، شكلا طلع البرية.
بس الحقيقة قلبه وعقله في مصر. في مصر بعد مصر مرات لوط، مرات لوط طلعت بجسمها شكلا طلع، بس بس اتلفتت لورا. ما ينفعش، مش هو مش عايز ان احنا ناكل خروف الفصح، ولا عايز اكل المن واموت. طب ماتوا ليه؟ لانهم اشتهوا، زي ما قال القديس بولس في كورنثوس الثانية: فأمات الرب الذين اشتهوا. انت منين، انت منين سبت مصر شكل؟ لا ده ساب مصر شكلا. فمش ايوه بياكل المن، بياكلوا المن بس مش شبعانين بالمن. ففي ناس بيروحوا الكنيسة وبيتناولوا بس مش شبعان بالله، هي ممارسة طقس، لان لسه عقلك وقلبك في عبودية تانية لعمل تمثال العذراء للمسيح. الموضوع بقى مش تمثيل. أمات الرب الذين اشتهوا، كان 23,000 واحد في يوم واحد وحفر حفرة، وربنا قال لموسى اكتب عليها قبروتها تاوى قبور الشهوة. لان ايه الفايدة؟ انتم مش شبعانين بيا، شكلا كلتوا المن، شكلا بتيجوا الكنيسة وبتمارسوا الطقس ايوة، بس قلبكم مش فيا ومفيش حياة شبع. وكم مرة عايزين يرجموا موسى وقالوا كلمة صعبة جدا: كرهت انفسنا طعامك السخيف. تخيل ناس بتاكل اكل من السماء وبالنسبة لهم سخيف، طب امال ايه ده؟ لانه شكلا. فهو ربنا كلمني عن التناول هو حياة شبع، مش هدفي تتغفر خطيتي وبس وقاعد ولا بنمو روحيا ولا بتقدس ولا بتغير. ايه ده حياة ايه دي كده؟ هو خلاص ايه بنروح الكنيسة ايوة، طب فين القداسة بدونها لا يعين احضر، فين القداسة؟ لا ما هو مش فاهم ان هو الهدف مش تتغفر خطيتي واتمم طقس وسنة وشريعة، في هدف تغيير، في صورة عايزني ابقى فيها، والصورة دي لازم اقرر من البداية: هل هقبل اموت واتدبح وينزل الدم واتقطع وترتب على المذبح واتحرق وينزل، واقتنع ان كل ما هو عطيق ده مش شبع، مش دي الحياة؟ فهي عايزة استنارة من البداية. بقى السواح متناولوش في يعني في الانبا بولا قعد 90 سنة ما شافش انسان، فكيف كيف مارسوا قامة روحية عالية، كيف مارسوا التناول في بالمسعى المستوى الروحي؟ ما هي قامة روحية عالية أو زي مريم المصرية 50 سنة بتقول أنا ما شفتش إنسان، هي قامات عالية قوي صح، بس في ناس وصلت لها، في ناس اتعقدوا من القصص دي. إيه ده اللي يسيبوا الملك لأنه هم ما اختنوش وما دقوش المسيح، فمش فاهمين الأمور دي، مش فاهمين يعني إيه يوحنا عندنا 30 سنة في البرية، أمور بالمقياس البشري مستحيلة ينفعش. بس لما يستنير ويدوق هيفهم ويقول ما كان لي ربح اكتشفت خسارة. لما الإنسان بيبقى في الروح كل شيء ربنا، بس طبعا قيادة روح لبعض الناس، حياة مختلفة خالص عن اللي في العالم، ناس فعلا بقوا خليقة جديدة. فالناس اللي هي أنا زي سمكة تحت البحر، السمكة مش فاهمة طبيعة النسر مش طبيعة مختلفة تماما. فهو ربنا عايزنا تتغير الطبيعة، خليقة جديدة اللي في المسيح خليقة فعلا، حياتهم كأنهم أساطير، أساطير. حتى مكتوبة في الإنجيل: خطف روح الله في لبس ووجد في، طب إزاي هيلة بيلة بالجسد؟ يعني إيه طير يعني؟ هيك أنا كنت أتساءل اسم الصليب كيف خطفه؟ ما هو في يعني بطريقة معينة إنه تواجد بمحل تاني، إيه يعني بأجنحة هيك مظهر. سير قديسين كتير بتقول إيه؟ كده. هل هاي بسموها بتلياني بيلوكاسيوني؟ معناته تواجد في مكان بمحلين بنفس المحل، بيلوكاسيوني أو بيلوجيشن. بادر بيو، مريم بواردي، بتواجد هنا دلوقتي روح. بتتواجد بمحل تاني عشان تخدم. أيوة ده قصص الألاف في القرن الثاني. إيه بيمشوا على المي من غير ما تلتمس رجليهم بالمي في بعض الجسيم. في بس عشان فكرة كتير غنيئة وحلوة، التشبيه نبعة المي الموجودة أو شلال المي بذرة لازم إنها تموت تحت حتى إنه تستفيد من المي وحتى تضلها ثابتة وجذرها يدخل حاجات كتيرة الشروط. لأن المسيح قال لي اللي يعتمد بجد وبالروح هو ده اللي بيتناول بجد. بس هو السؤال اللي المسيح مرة قاله لي في رؤية: ليه ناس كتيرة متعمدت وكل يوم بتتناول ما تغيرتش؟ أنا مش فاهمة. وزي ما حضرتك قلت ما تلاقوش مع المسيح، ما فيش علاقة حقيقية. ف
فما كان مش في الروح زي بني اسرائيل طلعوا وكلوا المن بس ماتوا. في سؤال تاني عندك؟ في شيء ثلاث انواع للحروب. انت حابب تحكي شيء تختمها بشيء؟ ثلاث انواع للحروب. في السؤال ده في سؤال هون انا ثلاث انواع للحروب. ثلاث انواع حروب لوقا 14. نيو 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 ايش الحرب؟ انا لو نفتحها على لوقا ونسمعها قبل ما مثلا ايش بيقول لوقا بالثلاث حروب؟ هو معتمد على كذا نقطة. ان المسيح ختم موعظة على الجبل في لوقا في متى 8 هو مربوط بكذا حاجة. كل من يسمع أقوالي ويعمل بها ويشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزلت الأمطار هبت الرياح جاءت الأنهار. كل إنسان ماشي الطريق فيه المسيح قال لي فيه ثلاث حروب هتواجهه. أول حاجة طبيعته العتيقة اللي هي نزلت الأمطار. طبيعتي أنا أصلا طبيعتي ميالة من البداية قبل ما أتميل بالله ميالة للعالم، الإنسان العتيق اللي بيحارب ناموس ذهني، ناموس الخطية اللي جوايا. ده طبيعته لوحدها من غير شيطان من غير ناس. أنا لوحدي مش بسهولة أتحرر من نفسي من ذاتي، مش بسهولة أروح أقبل ربنا، مش بسهولة أقبل الطريق، مش بسهولة أقبل الشبع الروحي، لأنه سهل الشبع الجسدي. فأنا الطبيعة العتيقة لوحدها بتحاربني أول حرب. بعد كده هبت الرياح، طبعا الموضوع يطول شرح حروب الشياطين. بعد كده جاءت الأنهار، ده بقى الناس اللي معايا جاءت الأنهار جرفاننا. والنوع الثالث ده كان أكتر حاجة ربنا يتكلم عنها لما قال كن مراضيا لخصمك سريعا. أنا في الطريق في ناس كتيرة ممكن يبقوا خصوم ليا، أهل بيتي أو في الشغل أو أي حاجة. فربنا قال لي إنك أنت مفروض تعرف إنك أنت قدامك اختيارين، من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك. هل هتقعد تطالب قدامك اختيارين، تطالب بحقك الأرضي ولا بحقك تعرف إن أنا الحق؟ أي إنسان قبل ما يختبر الاستنارة الحقيقية وإن يغتني بالله يقول لأ، ليه ياخد ثوبي؟ مش من حقه، ده حقي. فهنا ربنا بيعلمنا لا، لازم تعرف ان انا الحق، بس ثوبك دي حاجة مادية. طب ما انت لما هتبتدي تناكف مع اللي قدامك وتقول ده حقي، انت كده هتفقد سلامك. قدامك بقى اختيارين، مين الشيء الغني عندك، مالك او ثوبك ولا السلامك، لانه هو سلامنا. فهو دي تالت حرب اصعب حاجة. عشان كده لما قال في لوقا 14 اي ملك اراد ان يحارب ملك اخر، هي دي الحرب الثالثة. هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف ما يأتي عليه بعشرين ألف؟ فألا يجلس أولا ما يتشاور إن كان هكذا بعيدا فيرسل سفارة ويسأل ما هو للصور. ففي حرب أصعب حرب مع الناس. الشياطين ممكن هرشم الصليب وصل الإيمان يختفي، طب الناس هخفيهم إزاي؟ عشان ده كده شبهها بجرفان نهر. صعب صعب المعامل مع الناس، وإزاي أسلط بحكم رهيبة وانا اضمن ان انا اوصل ومعايا ناس، اقتحم ازاي الناس دي؟ فهي ربنا قال لازم تتنازل بقى، كن مراضيا لخصمك سريعا، من اراد ان يخاصمك اترك له ثوبك. عايز ثوبك لا اترك كمان الرداء، خد كل هدومي بس سيبني وما افقدش سلامي، لان لو انت طلبت بحقك الارضي هتفقد كل حقك. فانت لازم تتفاهم. فهو ربنا بيعلمنا ان في الطريق في العالم الحرب الثالثه صعب قوي. وبعدين كفاية أنا الديون بتاعتي، كفاية أنا طبيعة العتيقة، كمان لسه هدخل حرب مع الناس؟ لا، ده أنا كفاية خطايا وضعفي، أنا بحارب مع نفسي ومع الإنسان العتيق كمان. لا، فأنا لازم أستغنى عن الحرب الثالثة دي بأن اللي عايز ياخد حاجة من أخذ الذي لك لا تطالبه. دي نصيحة أمم صخر ميلا أمشي مع دي نصيحة ربنا ليا. لو عايز توصل لازم تضحي بحاجات كتيرة قوي. كفاية أنا يعني. فهو بيقول أي ملك أن يراد أن يحارب ملك آخر يلاقب العشر تلاف. حتى السيد المسيح قال لي كل ما أقول لك مثل في رقم ابحث عن الرقم ده قبل كده فين. عشر تلاف اللي هو عشر تلاف وزنة. طبيعتي أنا مديون بديون كتيرة قوي. كفاية ديونك اللي أنت فيها اللي مفروض تعمل عليها، كفاك أنت مفروض تتحرر من الطبيعة. فأنت كفاية الحرب الأولانية والتانية، ما تدخلش نفسك في حرب تالتة. فكن مراضيا لخصمك، اصل هيجرجرك للقاضي وللشرطه ويحبسك، وهبقى في حاله زي واحد في سجن صعب جدا. ويا ما ناس زي انا، ناس كتير سمح ربنا بحرب في البيت لما ببقى في القاهره، الجيران بي 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 يعني ساكن فيهم كل الشهر يحطوا لي قفل على باب الشقه،
يعني بيطفلوا الكهرباء مساقين، ما هو روح رئيس العرش حاجة غريبة يعني فعلا بصدق كامل بحبهم وبيكرهوني جدا ففي حرب، فأي حاجة بيطلبوهم ربنا قال لي سيبها لهم، بقول يا رب سيبها لهم ازاي بيتي غرفتك بيتك فصعب. قال لي طب ما كفاية انت قدامك حروب تانية، طب كده انت مش هتخلص. وفعلا ياما كنت بمر بأيام قرب، قال لي انت حطيت نفسك في السجن ولو سبت نفسك كده كل سلامك هتفقده وكل الغنى بتاعك هتفقده، وإن بفكروا انه انتصروا عليك. فكن مراضيا من البداية، كن مراضيا لخصمك بقى سلع. خصمي اخوي قريبي جيراني اي حد، ولا تخرج من هناك حتى توفي الفلس، مش هسجن هسجن روحي. ايه الفلس الاخير؟ كل غنى، كل اخر غنى بتاعي. مش بيجي كمان عند يسوع واحد بيحكي مرقى خير الاخير من يقاسمني والارث من أقام إذا أنا ده دوري ده في حياتك، أنا بالنسبة لك كده أنا مفروض أكون مصدر شبع بتاعك روحي، أنا مالي بالكلام ده. أنا مصدر شبعك الروحي مش نقسم الكون الورثة. حتى لما سأل المسيح التلاميذ سؤال مهم جدا، من تقول إن الجموع إن طب وإنتوا بتقولوا إيه عليا؟ هل أنا النبي؟ هل أنا يوحنا المعمدان؟ أنت السيد المسيح قال لي معناها إيه؟ أنا بالنسبة لك إيه؟ هل يوحنا المعمدان بس اللي بيغفر خطيتك؟ هل أنا النبي اللي أنت عايز معجزات ونبوءة؟ ولا أنا العريس والشخص الحبيب وخبز الحياة وشجرة الحياة؟ أنا بالنسبة لك إيه؟ أنا أيوة صحيح محتاج ربنا يغفر خطيتي، بس ما أقفش عند هنا. أنا مش عايزه يكون بس كاهن وبس، أنا عايزه يكون الكاهن أيوة والعريس والحبيب وخبز الحياة وشجرة الحياة والأب والصديق الأصل أخ والأم اللي بتعزي. فأنا بالنسبة لكم هل بس يوحنا المعمدان؟ هل بس إلي؟ ولا أنا إيه بالنسبة لكم؟ تأكيد على قولك اللي هو يسوع على خشبة الصليب. يسوع نوعا ما اقتصم ثيابه، ونطلع إنه في هناك نقص عدالة. ليش؟ فهي هنا حطوا على الصليب ملك اليهود. ليش؟ شو السبب؟ متوفى أو ليش ما ليش أماتوه؟ إنه هو ملك اليهود. هاي التهمة دي التهمة الرئيسية، هو ملك الملوك أكيد، مش ملك دنيا. ولأنه تلاميذ كمان واحد عن يمينك واحد عن يسارك لسه مش داخلين بالمنطق تبع يسوع، ففي هناك أكيد نقص عدالة. يسوع بيعلمنا درس على خشبة الصليب إنه اقبل بنقص العدالة، وهيته معلق أنا يعني شوف نقص العدالة بالعالم، ليش عم بصير؟ ليش بدأ الحروس؟ وليش وليش وليش؟ ونحكي لربنا ليش ما عم تتحرك؟ هنا في نقص العدالة اللي هو ربنا بده يعلمنا درس، في هناك نقص عدالة موجود بس حقك ما بتاخده. أنا الحق. حقك هو يسوع. أنا الطريق والحق، صحيح هو الحق، بس مين بقى اللي داء واختبر وقدر واقتنع ان هو الكنز كله؟ هو الكنز نفسه، حيث كنزك لا يكون قلبك. صحيح أبونا، أمين. صللنا عشان نختم بقى. أبونا وأبونا اتنين أبونا يسلم. نشكرك أيها الرب يسوع المسيح على هالجلسة، أول كل شيء على نعمة أنه عم نتنفس وعنا نعمة العقل ونفكر ونشوف ونراجع حساباتنا القديمة حتى نموت عن زواتنا. أول كل شيء يجب أن نموت الأنا الإيجو تبعي تبعنا حتى تبقى أنت يا يسوع وإلهامك وكلمتك وروحك فينا. خلينا ندفن هذا الإنسان العتيق اللي بيحارب فينا وبيرجعنا للأرضيات شوي شوي، ندرب حالنا. انت عطيتنا نموذج منك يا يسوع، ما بلشت حياتك العلنية إلا بالعمات، وبالعمات سمع صوت، مش لأنك أخذت الروح القدس، أنت حبلت فيك أمك وتبشرت بالروح القدس. نحن على أعتاب عيد البشارة، ولكن حتى تقلنا أنتوا يا أولادي يا أبنائي يا بناتي الأحباء، حتى تكونوا أبناء الله بالحقيقة يجب أن تذهبوا إلى البرية،
تصوموا وتجوعوا مش لهدف إلا لأنكم تموتوا عن هذا الشيطان أو هذا المجنون اللي فينا بيشتغل بأعضائنا بأكلنا بشربنا بحواسنا الخمسة بده يشتتنا. يجب أن نموت حتى نقدر نسمع لصوتك الطيب، صوتك الهادي يلي هو كحفيف الشجر أو رأى الشجر أو كالنسيم العليل اللي حكى معمار إلياس، كنسيم عليل مش بالنار ولا بالزلزلة ولا بالضباب ولا بالنار ولا بالصواعق، أنت النسيم العليل الأقرب منا إلينا. وشوي شوي ما بعرف إنه نقول نعم يا رب خلقتنا لك ولن يستقر لنا بال إلا فيك يا رب. ساعدنا إنه نكتشف حدودياتنا وكلنا إنه نحن الدود سوف يأكلنا ونرجع إلى التراب. رجعنا إنه نقول يا رب ترأف بأبنائك بالجبل التي جبلتها أنت، يداك صورتاني وفي بطن أمي كونتاني، اجعلني أن أتضع ها هنا واليوم والآن ولا أن أرتفع أبدا إلا بيدك أو يمينك هي التي ترفعني. وإذا أردت أن أموت ويجب أن أموت ساعدني على أن أموت بالكيفية والمقدار والفترة التي تريدها أنت، وكوني من جديد بالشكل والصورة والكيفية التي تريدهما أنت لي ولكل واحد فينا يلي حيسمعنا ويشوفنا. يا يسوع موت الأنا الشخصية تبعنا وأحيي فينا أنت صورتك، بهذا يعرفون أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. آمين.